بسم الله الرحمن الرحيم. I will discuss today the transcranial ultrasound. The aim of this work is to differentiate between the normal and abnormal neonate brain. The equipment اللي احنا هنشتغل عليها هي الالتراساوند ماشين، وطبعا انتوا عارفين ان الالتراساوند الحقيقه ليه ادفانتج كتير وبرضه ليه ديز ادفانتج، بس الادفانتج بتاعته اكتر كتير من الديز ادفانتج. الالتراساوند ماشين should be transporter real time scanner allowing a beside examination without the need to transport the beep. This is the very first advantage of the ultrasound machine. طبعا optimize a special software for the neonates, for neonate brain, and we use color doppler and storage system to storage the image. We have two transducers is very, يعني are very important for the neonate transcranial ultrasound, sector and linear. The advantage of the ultrasound, it can be initiated at very early stage and it is safe and inexpensive. It can be repeated as often as necessary. In addition, it can be used to assess the time of brain damage. It is a reliable tool for detection of most hemorrhagic cystic ischemic brain lesions as well as calcification, cerebral infection and may structure brain anomalies. The disadvantage, the sonography is operator dependent and it can depend on the operator. Less sensitive to structure abnormality in the cerebral context, في البريفرال هو بيبقى عبارة عن بتبقى waves. الwaves دي بتبقى في السنترال قوية جدا وفي البريفرال بتبقى ضعيفة، ولذلك بتبقى السنترال بتاعنا شايفينه كويس قوي، لكن البريفرال بتاعتي والconvexity والcerebral cortex ما بتبقاش واضحة. البارينكيبل ابنورماليتيز از اللي هو الليوكوماليشيا، بيريفنتريكولار ليوكوماليشيا اند سريبرال ايديما، بتبقى ايدنتيفايد بالالتراساوند بس بتبقى نون سبيسيفيك. ايه التكنيكال اسبيكتس؟ التكنيكال اسبيكتس ان انا لازم ابقى عندي هاي كواليتي ايمج، يعني لازم اشتغل بالتراساوند ماشين كويس وفي سوفت وير سبيسيفيك فور ذا نيونيتس، زائد ان انا معايا الابروبريت ترانسديوسرز وهم حاجتين سيكتور ولينير، وده بيبقوا سبيشال فور ان يونيتس، وبيبقى معايا وورم جل، وبيبقى الحقيقه الراديولوجي لازم يبقى اكسبيرينس. ليه؟ لانه البيبي ده بيبقى يعني بيبقى محتاج ان انت تعمليه في رابيد تايم وما تفتحيش عليه الحضانه، وبسرعه تعملي دايجنوزز و توتيل الكلينيشن عشان يبتدي ياخد الـ يعني التريتمنت بتاعه ويعمل البلان بتاعته. فلازم الراديولوجي لازم يبقى اكسبيرينس ويبقى اوير بالسبيشال نيدز اوف نيو بيرن اند بريتور، ويراعي اهم نقطه الهايجين بريكوشن، ودي مهمه جدا. لازم بعمل استرلايزيشن لايدي كويس قوي، انتوا اللي هتعلموني القصه دي. والتاني نقطه ان انا ببقى رابيد اكزامينيشن وبحاول اشتغل من الانكيوبيتر ويندو، وما احاولش ان انا افتح الانكيوبيتر على البيشنتس عشان يبقى حافظ على التمبريتشر بتاعه البادي. الترانسديوسرز اللي انا بستخدمه، بستخدم حاجتين، بستخدم الترانسديوسر اللي هو السيكتور، وده بيبقى الميجا هيرتز بتاعته من 5 تو 10 ميجا هيرتز، اور اللينير وده بيبقى الميجا هيرتز بتاعته بتبقى من 7.5 ل 10 ميجا هيرتز. وبعندي طبعا كذا ويندوز، الاهمهم اللي هو الانتيريور فونتانيل. ادي اللي هو السيكتور اللي انتوا شايفينه، وده بيبقى سبيسيفيك فور الترانسكرينيال الترا ساوند، والتاني اللي هو بيبقى اللينير. كل واحد بيبقى ليه الكاركترستكس بتاعته. بالنسبه للسيكتور، السيكتور بيبقى جود بنتريشن ولكنه بيبقى ليس ريزوليوشن،
اما اللي هو اللينير وده بيبقى للسوبرفيشال ستراكشر وبيبقى البنتريشن بتاعه بيبقى لاس بنتريشن ولكن جود ريزوليوشن للحاجات السوبرفيشال. من خلال بقى ادي الانتيريور فونتانيل ببص ادي ده السيكتور اللي انتوا شايفينه اللي احنا هنا شايفينه الصور اللي احنا شايفينها اهي ها ده طبعا ده السيكتور وده بيبقى جود بنتريشن زي ما انتوا شايفين انا شايفه من اول فوق لغايه تحت ولكن اللي قريب مني ابتدى يبقى الريزوليوشن بتاعته واضحه قوي ولكن البعيد عني الريزوليوشن لسه ما هياش واضحه. يبقى احنا هنفهم الفرق بين السيكتور واللينير. السيكتور بيبقى جود بنتريشن يعني وريني الديب ستراكشر ولكن بيبقى لس ريزوليوشن. انما اللينير بروب ده بيبقى الريزوليوشن بتاعته بتبقى هايله ولكن بيبقى لاس بنتريشن. عندي بقى ويندوز كتير، عندي انتيريور فونتانيل وعندي بوستيريور فونتانيل وعندي تمبرال وعندي ماستويد فيو. انا قلت ابتدي على طول بالحاجات اللي هي التمبرال ويندو، والتمبرال ويندو دي هوري لكم الويندو بتاعته ده. اهم نقطه مهمه قوي ان انا بستخدم جل لازم بيبقى بين الترانسديوسر وبين الترانسكرينال او اي جزء من الجسم للبيبي عشان ده بيعمل لي بيبقى ميديا كويسه ان لو ما كانش فيه الجل كويس مش هتشوفي الصوره بوضوح. ادي البيبي عن طريق الانتيريور فونتانيل فوق وده بعمل الايه ده الويندو الاساسي ده التمبرال اهو اللي انا بقول لكم عليه وادي من خلاله بشوف اللي هو اللي بخش على البرين ستام على طول والسيركل اوف ويلز وبشوف منه الميدل سيريبرال ارتري وادي ادي السيركل اوف ويلز وادي ده بوينتر فده ادي السيركل اوف ويلز اهي لا ادي السيركل اوف ويلس زي ما انتم شايفينها اهي وادي اللي انتم شايفينه قصادنا ده اللي هو الميدل سيريبرال ارتري ده الماستويد فيو بعمله كده اللي هو بيبقى من ورا الودان بتاعه البيبي وابتدي اشوف دي الماستويد فيو ده اللي بيورنهولي اللي هو السيريبيلم وبشوف فيه الفورس فنتريكل وبشوف الفيرمكس والسيسترنا ماجنم. يبقى انا جيت في الاول قلت حاجه مهمه جدا جدا قلت ان انا بالبروب بتاعي عن طريق الانتيريور فونتانيل بقدر اشوف الحاجات القريبه مني والحاجات البعيده والبريفرر ما بقدرش اشوفها فانا بعمل ايه بالاوفر لازم اوفر كام القصه دي بحاجات بقى اجي على التمبرال لوب عشان اقدر اشوف اللي هو السيركل اوف ويلز وحته البرين ستام واذا كان فيها اي مشكله واشوف اللي هو الميدل سيريبرال واجي على الماستويد فيو عشان اقرب للسيريبيلم وحته الفورس فنتريكل والسيسترنا ماجنم واشوفها واذا كان في اي باثولوجي بقدر تو ديتكت من الماستويد فيو. يبقى انا بعمل كده اوفركام للقصه ميرسي كتر خير بعمل ايه ادي اهو ده السيريبيلم وطبعا الفورس فنتركل بيبقى في الحته دي وده البيرمكس وده السيستورنا ماجنم وده كل ده انا بتحايل عشان انا لما بعمل من خلال الانتيريور فونتانيل ما بيبقاش الحاجات الثانيه واضحه فبتحايل بالويندوز الثانيه عشان اقدر اشوف الحاجات واضحه. ده البوستيريور برضو ويندو عن طريق البوستيريور فونتانيل وده بشوف فيه اهم حاجه اللي بشوف فيها اللي هو البوستيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل بيبقى واضح عندي. كل شغلنا الحقيقه الموست كومن بتاع شغلنا بيبقى عن طريق الانتيريور فونتانيل ويندو وده اللي هو ادي البيبي بيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه وبتحطي الجل وبعدين بنستخدم السكتور وبنستخدم اللينير بروب عشان ابتدي اعمل التكنيك بتاعي والاستادي بتاعتي. طبعا في عندنا كورونال فيو كورونال سكشن وفي عندنا ساجيتال سكشن. الكرونال بقى سكشن او كرونال بلين عندنا فيها كذا حاجه. اول حاجه اللي هي بتشوفي عن طريق كلها بالانجوليشن هتشوفوا دلوقتي معايا وانا بشتغل كلها بالانجوليشن. اول
بلين بيبقى بشوف فيها الفرونتال لوب، بتبقى بندياني حاجه اسمها باتمان فيو، وبعدين بعد كده بشوف الفرونتال هورن اوف لاترال فنتريكل، وبعدين مور ان انا ابتدي اروح بوستيريورلي ابتدي اشوف الفورامن اوف مونرو والثيرد فنتريكل، وبعدين بعد كده بشوف اللاترال فنتريكل والكورايد بلكسس، واخر حاجه بشوفها هي الاوكسيبيتال لوبس. ادي المنظر بتاعنا، ادي انا المفروض دي الانتيريور فونتانيل، وانا حاطه البروب هنا. لو عملت الانجليشن لقدام بتطلع في اللي هو الفرونتال لوب، بعدين بشويه هبتدي اشوف الانتيريور هور بتاع اللاترال فنتريكل، شويه هشوف بقى اللاترال فنتريكل نفسه والكورايد بلكسس، وبعدين بعد كده هشوف اللي هو الاوكسيبيتال ريجن. قبل بقى اللي هو الكورايد بلكسس والقصه دي ممكن اشوف اللي هو الثيرد فنتريكل واللي هي الفورامن اوف مونرو والكلام ده. هنبتدي نشوفهم بقى. ادي اول بلين بتاعي اللي انا عملته، طلع عندي حاجة اسمها الباتمان. في ممكن قبليها بلين، ان قبل اللي هو الباتمان ده ان انا اشوف الفرونتال بس، قبل ما اشوف اللي هي المنظر اللي انتوا شايفينه ده بشوف الفرونتال لوب، واي باثولوجي بقدر تو ديتكت من خلال الايه البلين ده هو. بعد كده ابتدي اعمل انجوليشن، هبتدي اعمل اجيب المنظر ده، ده الاوربت وده الفرونتال لوبس، وطبعا اي باثولوجي بيبتدي يبقى باين عندي. النقطة الثانية البلين اللي بعديها بيبقى ادي بشوف الانتيريور هورن اوف لاترال فنتريكل بالسب ايبندايمال ريجن، اللي هي دي ات از فيري امبورتنت السب ايبندايمال ريجن في حتة الانتراكرينيال هامريدج اللي بعد كده هنقول لكم عليها. البلين الثالث اللي هو مهم جدا بيبقى عندي اللي هو الانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل، وبعدين الفورامن اوف مونرو والثيرد فنتريكل زي ما واضح هنا في الام ار اي. ادي المنظر اهو عندي في الالترا ساوند، ادي الانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل والكيفم سيبتم بيليوسيدم والفورامن اوف مونرو، وبعدين في الثيرد فنتريكل، وهو ده اللي انا عايزاه من البلين الثالث. البلين اللي بعد كده اللي احنا قلنا هيبقى فيه اللاترال فنتريكل نفسه وفي الكورويد بلكسس في الناحيتين. الاخر بلين اللي احنا شايفينه هنا ببقى طبعا مور بوستيريورلي هيبتدي يخش في اللي هو الاوكسيبيتال لوبس بتاع الايه اللي بتبقى واضحه بتاعه التو هيمسفير. ده جبت لكم الصوره دي عشان اوريكم هنا طبعا برضو عن طريق الانتيريور فونتانيل وبالكورونال فيو ابتدى يبان ده من خلال الصلاماي، ودي بتبقى فيها شويه هاي ايكوجينيستي برين ايكوجينيستي، ودي نورمال فاريانت بتحصل في البريماتيور بيبي. عشان كده بقول لكم لازم الواحد يبقى عنده اكسبيرينس، ان ممكن واحد تاني يشوف المنظر ده يقول ده في اسكيميك ليجن، ولكن ده مش اسكيميا، ده في بري تيرم انفنت، وده عباره عن ان البريماتيور بيبي بيظهر بيبقى فيه هاي ايكوجينيستي شويه في البيزر جانجليا وفي السلاماي، ودي بتبقى نورمال فاريانت. ادي ده اب نورمال، ادي ده كورونال برضو الترا ساوند، وده في ليفل بتاع السلاماي والبوست لاترال فنتريكل. بنستخدم طبعا اللي هو الكيرف لينير بروب، وده باين فيه انكريز ايكوجينيستي زي ما انتم شايفين اهو هنا. الانكريز ايكوجينيستي دي الحقيقه في السلاماي دي باثولوجيكال، وهي بسبب اسكيميا، وجبتها بالذات دي عشان تشوفوا قد ايه انها يعني صعبة ان احنا نعمل differentiation between النورمال والابنورمال. لازم يبقى عندنا experience ولازم نبقى شايفين سكرين كتير قوي للنورمال عشان ابتدي اعرف النورمال الفول تيرم بيبي من البري تيرم بيبي، وايه الكاركترستيك بتاع هنا وايه الكاركترستيك بتاع هنا، وابتدي افرق بين الباثولوجي وبين النورمال اناتومي. بعد كده الساجيتال بلين، يبقى انا خلصت الكرونال بلين، هبتدي بقى اجيب البروب بتاعي في الساجيتال بلينز وابتدي اشتغل عشان ابتدي اشوف برضو الباثولوجي اللي انا شفته في الكرونال ااكد عليه في الساجيتال عشان ابقى متاكده ان انا شايفه فعلا الباثولوجي.
ايه بقى الساجيتال بلين؟ عندنا طبعا في ميد ساجيتال بلين، وبعدين في بارا ساجيتال بلين، وبعدين في برضو اللي هو مور هنعمل انجوليشن واشوف البارايتال لوب وهوريها لكم. طبعا البلينز بتاعتي هتبتدي من الميد لاين، والميد لاين ده هيبقى ثرو ثيرد فنتريكل والاكويداكت. عندنا البلين الثاني هنشوف فيه الفورث فنتريكل والسيربيلم، وبعد كده طبعا الكلام ده في رايت وفي ليفت، يعني هتعمليه للرايت وهترجعي ثاني للميد ساجيتال بتاعتك وتعملي تبتدي تعملي للليفت سايد نفس الكلام، ميد ساجيتال وبعدين ليفت باراساجيتال وبعدين ليفت بارايتال، وده اللي احنا هنشوفه. ولو عايزين اديشنال طبعا فيوز هنبتدي نعملها. ادي المنظر اللي انا بقول لكم عليه عشان تبقوا متخيلينه، ده الميد ساجيتال بتاعتي، وبعدين في عندي رايت وليفت، في رايت باراساجيتال ورايت بارايتال، وادي ليفت باراساجيتال وليفت بارايتال. طبعا ده بينزل في البارايتال، ده ينزل هنا يشوف اللي هو الباراساجيتال، هيشوف اللي هو اللاترال فنتريكل بالكورايد بلكسس، وده هيشوف برضو اللاترال فنتريكل والكورايد، بس ده رايت وده ليفت، وفي النص هوريكم المنظر اللي انتوا هتشوفوه. ادي ده الميد ساجيتال، ده الاساسي بتاعي وده المهم. اول ما هخش عليه ده هشوف ايه بقى؟ هشوف اللاترال فنتريكل بتاعي حواليه الكوربس كالوزن بالديفرنت سيجمنتس بتاعتها، وبعدين بعد كده هنا الكوديت وهنا السلاماي، وهنا في مين اللي بينهم؟ ده الثيرد فنتركل وفورمن اوف مونرو، وبعدين هينزل على فين؟ على الفورث فنتركل، وهنا الفيرمكس وهنا السيربيلم، وادي ده المنظر الاساسي بتاعي، وادي دي كورايد بلكسس من قدام لورا، وده مهم جدا، ده الميد ساجيتال بلين. وبعدين بعد كده ابتدي اعمل انجوليشن، ابتدي اشوف اللي هو ايه من الانجوليشن، ابتدي اشوف ادي ده انجوليشن لاترال بقى فنتريكل وبرده كورايد بلكسس، قدامها بيبقى في حاجه مهمه قوي، هنا الهيد اوف كوديت وده هنا السلامس، في حاجه اسمها كودو سلاميك جروف. الكودو سلاميك جروف ده از فيري امبورتنت، لان ده انا لما بشوف في الكرونال ان في السب ايبندايمال في الجيرمان ماتريكس في هامرج، باكد المعلومه بان انا اعمل الساجيتال فيو عشان اشوف ان هي ان في هنا حته ايكوجينيك اوساي قافله الكودو سلاميك جروف ومش قادره اشوفه، فده بياكد لي المعلومه ودي حاجه مهمه. ده نفس المنظر برضو، ادي هنا ده كوديت وده السلامس، وده هنا جبتها لكم عشان توضح اكتر اللي هي كورايد بلكسس، وده اللاترال فنتريكل، وده نورمال فاريانت، ادي شكله فلير كده بالمنظر، ده اللي هو هاي ايكوجينيستي، وده نورمال ما فيهوش اي مشكله. ده بقى المور رايح في البارايتال روب، في البارايتال روب سواء ليفت او رايت بيبان بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده، طبعا السيلفيان بيبقى باين والمنظر ده بيبقى في البارايتال لوب. كده يبقى انا خلصت اول حاجه، قلنا الكورونال بلينز ها، وده كله من الانتيريور فونتانيل، انا اشتغلت بالبروب بالكرونال وابتديت اعمل انجوليشن وجبت البلينز المختلفه عشان ابقى عامله من اول البرين لاخره انا شفت كل حاجه. لو شفت اي باثولوجي بالساجيتال لازم باكد المعلومه، وحتى لو برده نورمال لازم اعمل كرونال وساجيتال عشان اكد ان هو ما عندوش اي باثولوجي وانه هو نورمال. النقطة الثانية اللي هتكلم فيها لازم في differentiation between the preterm baby and the full term baby. ال preterm baby من ال ventricular system، في ال preterm بتبقى relatively large، في ال full term بتبتدي ال size بتاعتها تقل. السلساي والجيراي بتبقى less في ال preterm وبتبقى full term بتبقى more، بتبقى كمان مش بس less ومور، لا بتبقى well identified في الفول تيرم بيبي وليس identified في البري تيرم بيبي. الكيفم سيبتم بيليوسيدم والكيفم فيرجي ده بتبقى موجوده في البري تيرم بيبي، اول ما بيبقى فول تيرم بيبي لا ما بيبقاش موجود. السيلفيان فيشر بتبقى widening ونوت ديفايند، ما هياش well defined، انما لما البيبي بيبقى فول تيرم بتبقى تبتدي تصغر في الحجم
وبعدين كمان تبقى well defined، تبقى باينة وواضحة كويسة جدا، وبتبقى طبعا بتقل في الحجم بتاعتها. بالنسبة للسب أراكينود سبيس والسيسترنا ماجنم، طبعا في البري تيرم بيبي بتبقى انلارجد، وفي الفول تيرم بيبي بتبقى ديكريز في السايز بتاعتها. بالنسبة للبيزال جانجليا، النقطة اللي أنا قلتها لكم واللي وضحتها لكم في الصورة بتاعتنا قبل كده لو أنتوا فاكرين، بتبقى في البري تيرم بيبي بيبقى هايبر إيكوجينيك برين في البيزال جانجليا والسلامات. لما بيبقى في الفول تيرم بيبي بيبقى لاس إيكوجينيستي، تمام؟ ولذلك أنا دي لازم أفرقها كويس قوي في البري تيرم بيبي اللي هو دايما بيجيلي إنه هو ده المتوقع إنه هو عنده ترانسكرينيال هامرج، إن أنا أفرق بين النورمال وبين الأبنورمال. بعد كده السيريبيلر هيمسفير طبعا بيبقى هايبر إيكوجينيك، والسيرفس الفيرمكس آر كليرلي ديفايند، لكن في الفول تيرم بيبي بيبقى مور ويل ديفايند. يبقى أول حاجة إن دايما الحاجة في البري تيرم بيبي بتبقى وايدنينج أو كبيرة أو انلارجد أو كذا، وما بتبقاش ويل ديفايند. لما يبتدي يبقى فول تيرم تبتدي تصغر في الحجم، ولكن الديفينيشن بتاعتها بتبقى ويل ديفايند. الكورايد بلكسس برضو بتبقى prominent في البري تيرم بيبي، وبعدين تبتدي تبقى less prominent في الفول تيرم بيبي. الجري ماتر والوايت ماتر بيبقى less defined، بيبتدي في الفول تيرم بيبقى well defined. الفاسكوليتشرز central وبعدين more peripheral، ودي في الفول تيرم بيبي، ودي مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، لأن دي لما البيبي بيتعرض للإسكيميا والهايبوكسيا والقصة اللي عندنا بيتأثر centrally مش peripheral، وبالتالي بدور على الجيرمان ماتريكس. لما بيحصل له الانتراكرينيال هامرج بتحصل له في الجيرمان ماتريكس، دي اكتر حته بتبقى فراجايل، وبيبقى على طول ما بيستحملش القصه اللي هو حصلت له والاوتو ريجليشن، وبيروح عامل قصه اللي هي الهامرج، ودي اللي بلاحظها. غير الفول تيرم بيبي بيبقى لما يحصل له الكلام ده بيبقى اكتر بريفرال اكتر من الايه، من قصه السنترال. ادي المنظر اللي انتوا شايفينه بالسكيميك كده فيجر. في عندنا ادي ده بيبي في 26 اسبوع، طبعا ما عندوش خالص سلساي ولا جايراي، وبعدين ابتدى السنجلت سلساي هو الجايراي بيبقى موجودين، ابتدى يكبر شويه عند ال 28 و 29 اسبوع، ويكبر اكتر في ال 30 وال 31، وبقى مور ماتيور في ال 32 و 33، ابتدى يظهر مور سلساي ومور جايراي في ال 34 وال 35، لغايه لما انتهينا في ال 38 اسبوع ابتدى يبقى ويل ديفايند خالص السلساي والجايراي. ادي المنظر بالالترا ساوند في ال 24 اسبوع، ده عندنا الكرونال وده الساجيتال. ادي المنظر اللي انتوا شايفينه، السلساي والجايراي لا مش موجودين، ولا هنا برضو السنجلت لا لسه مش موجود، ابتدى هنا يبقى فيه شويه اهو، انما وبرده هنا هي باينه في الكورونال والساجيتال باينه اكتر، انما في ال 24 اسبوع لا مش باينه، 28 ابتدى يبان، وادي في ال 38 اسبوع ابتدى ده الكورونال وده الساجيتال، ابتدى يبقى فيه مور سلساي ومور جايراي، وهنا في الساجيتال بناكد الموضوع، وده اللي هو البرين ديفلوبمنت في البريماتيور بيبيز، ده طبعا في الكورونال والساجيتال اكستريملي بريماتيور تو ماتيور، من حاجه بريماتيور تو ماتيور، شايفين الفرق بين الايه، بين البريماتيور والماتيور بيبي. انذر كيس برضو نفس القصه، ادي هنا انا مش شايفه سلساي وجيراي خالص، لا هنا في اهو، في هنا شايفينه اهو، وبعدين ابتدى هنا السيلفيان فيشر اهو، وهنا ابتدى يبقى مور ماتيور، وبعدين بعد كده ادي المنظر اللي احنا شايفينه بقى فيه سلساي وجيراي، وهنا مور سلساي وجيراي، ده معناها بيبي بقى كبير 38 اسبوع. بعد اخر حاجه اللي هي الدوبلر ستادي، والدوبلر ستادي دي بتبقى مهمه جدا، انا بحطها عشان قلت لكم لان دي مهمه في البريماتيور بيبي بيبقى سنترال، ولكن الماتيور بيبي بيبقى في البريفرال اكتر، وده عشان كده بيتعرض لقصه الانتراكرينيال هامرج. وادي المنظر اهو، ده سيركل اوف ويلز،
وادي المنظر بتاعنا، وبعدين ادي المنظر في الساجيتال فيو. ده كان في الكرونال وده كان في الساجيتال فيو. مرسي ليكو. ده النورمال، ولسه هنكمل في اي استفسار عن الكلام اللي احنا قلناه، لان ده كلام مهم جدا ان احنا نبتدي. وده المهم اللي انا النهارده جايه الايه بتاع الورك ده، ان انتوا تعرفوا تو ديفرنشيت بتوين النورمال اند الابنورمال، ولازم تبقوا عارفين النورمال كويس قبل. هل في اي سؤال في القصه دي قبل ما اخش على الحاجات التانية؟ ادي النورمال في الدوبلر، ادي المنظر اهو عندك هنا اهو، ادي ده اللي هو ده الانترنال كاروتيد، وطالع هيدي هنا بقى الميدل سيريبرال ارتري، ده قصدي الانتيرير سيريبرال ارتري. الانتيرير سيريبرال ارتري ده بيعمل لي زي كده زي لوبينج بيبقى حوالين الكوربس كالوزم، وبعدين يدي البرانشات اهي بتاعته. ده الانتيرير سيريبرال ارتري، ده في الساجيتال. اما في اللي هو ادي ده هو ده هنا عندنا اهو، ده سيركل اوف ويلس، وده طالع منه الانتيرير سيريبرال، ودول الايه الاثنين ميدل سيريبرال ارتري الام سي اي. وده از فيري امبورتنت يا اولاد في البري تيرم بيبي. لا دي حاجات كلها بتبقى تبع اللي هي مش ما تنهمش على الارتري ولا الفين، ولكن اللي جاي الفلو اللي جاي للبروف او اللي بعيد عن البروف بيديني الوان مختلفه على حسب السكيما اللي بتبقى قدامي وموجوده قدامي. اي لا مفيش مقاسات معينة، ولكن الفكرة كلها ان بيبقى المنظر قدامك بيبقى انلارجد، وبيبقى يعني باينة انها انلارجد. لما يبتدي يبقى فول تيرم يبقى يبتدي الكلام ده يصغر في الحجم ويبقى ويل ديفايند. الاول بيبقى ايل ديفايند، ولكن بعد كده انت عايزة تتكلمي على الهيدروكيفاليك وكده. طبعا ليها مقاسات، ليها مقاسات معينة، ليها مقاسات في الهيدروكيفاليك طبعا، ليها مقاسات في يعني انت عايزه تفرقي بينها بين النورمال وبين الابنورمال، بس يبقى في الفول تيرم بيبي. يعني لو عندي بريتور هو طلع لي مقاسات دي مثلا كبيره، ممكن بنعمل بقى فولو اب للنقطه دي، مهمه جدا جدا. انا سعيده ان انت سالتيها، لان في الفول تيرم بيبي انا مش على طول من اول مره اعمل دايجنوزز، لازم اقول على طول انا عايزه فولو اب. اول ما اعمل فولو اب ابتدي اقول لك بقى القصه دي، ان في فعلا مشكله ولا ما فيش مشكله. ما فيش حاجه اسمها من اول نقطه ان انا لا ده ليها سكيدجول. لا ليها سكيدجول يا حبيبتي، وليها ميجرمنتس معينه، ولازم اعمل فولو اب، وبالتالي ابتدي اقول لك ان دي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله. يعني لا، وبعدين عندي مثلا بالذات في الاسكيميا، خلينا نركز بلاش الليفر وبلاش كده، خلينا نركز في الترانسكرينيال. ترانسكرينيال مثلا عندي بيبقى فيه عندي انكريز الايكوجينيستي، مش من اول مره هقول ان ده عنده ليكوماليشيا، لا خالص، ولا هقول ان فيها اسكيميا. لازم اقول لك اديني فولو اب بعد 7 ايام في البري تيرم بيبي، وبعديها لو هو قعد بعد ال7 ايام دي ابتدي اقول لك لا ده عنده اسكيميا بقى. لكن قبل القصه دي لا، ما اقدرش ان انا قبل ما يعدي عليها 7 ايام ما اقدرش اقول ان ده على طول اسكيميا. ودي نقطه مهمه جدا جدا، مهمه قوي في النيونيتس حاجتين يا اولاد، الفولو اب وقصه ان انا ده بالنسبه للراديولوجي ليا. انتوا طبعا نيوناتولوجي عندكم الكلينيكال تمام، انا بالنسبه للراديولوجي ما اقدرش اشتغل بدون الكلينيشن. لازم يقول لي هيستوري كويس، لازم يقول لي البيبي ده تعرض لايه، لازم يقول لي ده بري تيرم ولا فول تيرم، لازم يقول لي هو متوقع ايه، وبالتالي انا سولف ذا بروبلم. لكن انا مش قصه بحط واعمل كده، ما ينفعش، وده مهمه جدا. وبعد كده اقول له انا اعمل كمان فولو اب عشان اعمل دايجنوزز مظبوط واكتب كلام مظبوط. اتفضل. اه 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 اه
أيوة الإسكيميا بالذات اللي هي الهايبر إيكوجينيستي بدي 7 أيام لنفسي، لأن هو لو هو فول يعني بري تورم بيبي بعد 7 أيام المفروض الدنيا تتصلح، لو هو مش ما تصلحش بعد 7 أيام دي هتخش في إسكيميا وأقول لا ده عنده إسكيميا، وابتدي بقى جريد 1 في اللوكوماليشيا والقصة اللي احنا هنخش فيها دلوقتي وهقولها لكم، وانتوا أشطر مننا طبعا فيها ولكن هننوه عليها إن شاء الله. اتفضل. تمام. هتتحسن غير لما يكون اسكيميا هتزداد، هيبقى ده بقى النقطة المهمة جدا اللي هي بتاعة الاكسبيرينس، ان انا لازم يبقى حد اكسبيرينس يعمل الكلام ده، مش اي حد يقعد يقول ده ده هايبر ايكوجينيستي ده دخل في اسكيميا والقصة دي. تمام. لا بس هو لو هو النيوناتولوجي اهم حاجه يبقى راديولوجي اللي بيشتغل ترانسكرينيال، لان ساعات بيبقى الراديولوجي الحقيقه ما بيبقاش سب سبيشاليتي، احنا دلوقتي لازم الايرا الجديده سب سبيشاليتي مش سبيشاليتي بس، لا ده انت بتخشي ان انت تبقي ترانسكرينيال بس، تبقي مثلا الابدومن بس، تبقي كده، فدي حاجه مهمه جدا ان يبقى بس شاطر في قصه الترانسكرينيال. لا طبعا هيفهم اللي موجود قبل كده ايه ويعرف الفرق بين ده ايه وبين ده ايه ويقول لك يمشي معاكي في ان ده حصل او لا، بس طبعا نتمنى ان هو يبقى نفس الراديولوجي عشان راديولوجيست عشان يقول لك يعني. غالبا يعني بقول لك انا يعني انا دلوقتي جالي بيبي بري تورم بيبي خلاص في هايبر ايكوجينيستي، انا مش قادره اقول الهايبر ايكوجينيستي دي نورمال ولا ابنورمال صح كده، فبقول له ادي انت طبعا انت شغاله معاك كلينيشن شغاله المفروض ان البيبي ده يبقى كويس يعني المفروض وانت نفسك كلينيكالي تقولي لي اقول لك انت متوقعه ان ده هايبوكسيك او في مشكله او كده يعني اموره ايه، تقولي لا مش متوقعه ان في هايبوكسي، اقول لها طيب اديني فرصه بعد 7 أيام اشوف القصه دي، اشوفها الاقي كومبليتلي ابتدت تقل اللي هي الهايبر ايكوجينيستي دي، يبقى انا خلاص ما فيش اسكيميا. لا انت بقى ككلينيشن هتقولي لا البيبي ده اتعرض لهايبوكسيا وانا شاكه ان هو عنده كذا، الحاجات بتاعته كلها لا مش كويسه وانا عايزه اطمئن عليه، ده حصل له يعني هامرج حصل له واتيفر اللي حصل له ايه، انا ابص عليه هقول لك لا ده مش حلو، يعني بعد 7 أيام هلاقيه الايكوجينيستي بتاعته زادت رغم ان انت عامله له سبورت وعامله له كذا، ابتدي اقول لك لا ده دخل في اسكيميا ما قبل بقى حته الهامرج، ممكن الاقي عنده هامرج ممكن الاقي عنده اسكيميا، بس ما دام بيرزيستنج بعد 7 أيام يبقى ده هقول عليه ان هو طبعا دخل في اسكيميا. بس هيبقى في انا بقى دي هقولها لك في فرق بين الهايبر ايكوجينيستي في اماكنها في الفول تيرم بيبي عن عن البري تيرم بيبي. سبع أيام. هنتكلم بقى في المحاضرة الثانية اللي هي الانتراكرانيال هامرج، ودي محاضرة مهمة جدا ليه؟ لأن البيبيز دايما البري تيرم بيبي أول حاجة بيتعرضوا لها الانتراكرانيال هامرج، وانتوا عارفين انتوا بتخافوا من القصة دي أول ما تلاقي البيبي مش كويس وفلاسل وابتدى ان هو يبقى لو كان بيبقى فيه ساكلينج وابتدى يبقى بور ساكلينج وابتدى ان هو يبقى فيه كونفالجنز أو واتيفر بقى، انتوا اللي طبعا شاطرين عني في القصة دي هتقولوا لي احنا متوقعين ان البيبي ده يكون فيه مشكلة، أنا ببص عليه وابتدي أشوف ان هو فيه انتراكرانيال هامرج ولا لا، طبعا أنا عندي تايبس من الترينيال من الهامرج ده، عندنا اللي هو جيرمان ماتريكس والبيريفنتريكولر هامرج وفي كورويد بليكسس هامرج وفي سلاميك هامرج وانترا سيريبيلر هامرج وسب ديورال هامرج وسب اراكينويد هامرج، ودول طبعا بريفرال انا هتكلم كله على الحاجات اللي هي الانترا كرينيال اللي اهمهم طبعا. اهم الانترا كرينيال هامرج هي الجيرمان ماتريكس. ليه بقى الجيرمان ماتريكس دي اهم واحده؟ لان there is a small area of brain occurring in the floor of the lateral ventricle بس seen في الانتيريور كورونال سكان. This area is very vascular.
في البريماتيور بيبي زي ما انا وريتها لكم كده، الحته دي سنترالي البيبي بيبقى في البريماتيور البلاد بتاعته كلها كوندنسد سنترالي، فبتبقى فيري فاسكولار في البريماتيور انفنت. ودي هانس ذيس هيمريج اوكير برايمرلي ان بريماتيور انفنت، ات هاز ا ريتش ماتريكس اوف فراجايل كابيلاريز. دي بتبقى فراجايل يبقى فيري فاسكولار وفراجايل كابيلاري. اي اولتريشن في السيريبرال بلاد فلو بيحصل فازو دايلاتيشن للتايني فيسلز يؤدي للهامرج. سمول جيرمان ماتريكس هامرج اف زي ار فريش ابير ايكوجينيك، بتبان على هيئه ايكوجينيك. الهامرج نيز تو بي كونفيرمد ان ذا ساجيتال فيو اند اوكير انتيريور تو ذا كودو ثالاميك جروف. ادي الجريد بتاعنا في للبيري فنتريكولار دي والجيرمان ماتريكس في جريد. اول جريد بتاعتنا اللي هي ايزوليتد سب ايبندايمال هيمرج، يعني بتبقى في الجيرمان ماتريكس ما بتخرجش بره الجيرمان ماتريكس، بتبقى في السب ايبندايمال وبتبقى في الجيرمان ماتريكس. لو بعد كده هي دخلت ورابتشر في الفنتريكل من غير ما يحصل اي دايلاتيشن يبقى انا جريد 2. لو هي دخلت بقى في الـ في الـ في الـ في الفنتريكل وابتدى يحصل اوبستراكشن من الهيموراجيك ديبرس دي والكونتنت وابتدى يحصل دايلاتيشن يبقى انا كده دخلت في جريد 3. الجريد 4 اللي هو دخلت انترا سيريبرال هيموراج، حتى ايفن لو ما عدتش بكل الجريدز دي، يعني انا لو بيبي جاي لي واول ما حطيت البروب لقيت انه داخل في الانترا سيريبرال يبقى انا كده في جريد 4 للهامرج بتاعي. تمام. في طبعا جريدز تانية عاملينها كده اللي هي الهامرج والفنتريكولر دايلاتيشن، وطبعا لكن احنا الحقيقه بنمشي بالقصه التانية، بيقول لك ان ما فيش هامرج او اللوكالايز اقل من 1 سنتي او اكتر من 1 سنتي، او البلاد كلوت وعمل لي دايلاتيشن في الفنتريكل او دخل في الانترا بارينكمال وعاملها لي حاجه تانية غير الفنتريكولر دايلاتيشن، في ترانزيان دايلاتيشن وبرزيستنت وبروجريسيف وبرزيستنت. بس احنا الحقيقه اللي بنشتغل بيها اللي هي اللي فاتت اقولها لكم تاني، ايزوليتد او رابتشر في الفنتريكل وما فيش دايلاتيشن، او نحنا دخلنا في الفنتريكل وحصل دايلاتيشن، او على طول دخلنا انترا بارينكمال هامرج ودي بقت الايه الفورس الديجري. التايمينج بتاع الاكزامينيشن عندنا لو في سمول انترا فنتريكولار هامرج جريد 1 و2 ده هعمل هقعد اعملها لمده اسبوع يا اسبوعيا 4 ويكس لمدة 4 أسابيع قبل ما ديشارج البيبي. ولو هي لارج انترا فنتريكولار هامرج اللي هي جريد 3 اتليست بعملها توايس ويكلي. ولو هي في البيري اللي هي حصل يعني الجريد 4 يبقى انترا بارينكمال يبقى دي افري اذر داي، واسس البروجريسيف بتاع الفنتريكولار طبعا دايلاتيشن عشان نشوف اذا كان هيتدخل فيه، يعني نتدخل فيه نبعته للنيوروسيرجن يتدخلوا ولا ما يتدخلوش في الموضوع. ادي ده السمول انترا فنتريكولار هامرج، ده اللي هي 1 و2 ده بيبقى ويكلي لمده 4 ويكس. لما بيبقى لارج جريد 3 ده اتليست بيبقى توايس ويكلي، اما لو دخل في جريد 4 بيبقى افري اذر داي لغايه لما اسس البروجريسيف بتاع الفنتريكولار دايلاتيشن، وده الايم بتاعه مهم قوي عشان ابتدي اشوف النيوروسيرجن هيتدخل ولا ما يتدخلش. هنبتدي بجريد 1 اللي هو انتراكرينيال هيمرج كونفايند للكودو سلامي جروب ويت ستيج جريد 1 هيمرج. ادي المنظر بتاعي، ده لما هحط فيه الكرونال سيكشن، ادي عندي ده الانتيرور هورن بتاع اللاترال فنتريكل، وادي الكيفام سيبتم بيليوسيدم في السب ايبندايمال هامرج اللي هي المكان بقى اللي هو فيه الجيرمان ماتريكس اللي احنا قلنا ان هي بتبقى فيري باسكولار وفراجايل كابيلاريز وما بتستحملش قصه الهايبوكسيا وبيحصل فيها الهامرج فاز دايلاتيشن وهامرج ورابشر وهامرج. ادي المنظر الايكوجينيك فوساي، وباكد في الساجيتال فيو ان هو ادي ده المنظر اللي انا وريته لكم قبل كده، ده السلامس وده الكوديت وده اللي هو الكورويد بلكسس قدامها، بيبقى فيه كودو سلامك وفي الحته اللي هي الايكوجينيك ومش قادره اوضح الكودو سلامك جروب، يبقى انا هنا في جريد 1 هامرج. ادي حاله ثانيه، ادي ده جريد 1 وابتدى يحصل ليكويفاكشن في النص
وده في الساجيتال فيو، وده الكرونال موجود في السائي في الرايت سب ايبندايمال ريجن، وعامل حتى مش قادره اشوف الانفستمنت للانتيريور وول بتاع اللاترال فنتريكل، ومفيش اي دايلاتيشن، يبقى ده جريد 1 ومش داخل حتى في الفنتريكل، يبقى ده برضو جريد 1. هنا another case، ادي المنظر اهو، echogenic fossae على الناحيتين، more obvious على الناحية left side، تمام، وادي هنا موجودة اهي، وحصل liquefaction اهو، liquefaction اهو، اكدتها في السجتال، وبعدين عملت لها follow up، لقيتها ابتدى يحصل لها liquefaction، بتتحول لcystic formation. ادي another case اهو، ادي هنا عندنا وهنا، ده هنا وده هنا، وادي ده هنا في سب ايبندايمال ايكوجينيك فوساي، سب ايبندايمال ايكوجينيك فوساي، تمام، وابتدى يبقى ايه سيستيك في الحته دي، تمام، وهنا في ايكوجينيك اهي في الناحيه دي، ومفيش اي دايلاتيشن ومدخلش جوه الفنتريكل، يبقى انا جريد 1 هامرج انتراكرينيال هامرج. Most bilateral ventricle are filled with blood but there is no ventricular dilatation، يبقى انا دخلت هنا في grade 2. grade 2 ادي هنا المنظر، ادي انا جبت لكم في الساجيتال، المفروض ان انت تشوفي اللاترال فنتريكل وتشوفي كورايت بلكسس والقصه دي، لا انت مش شايفه من قصه ان ايه دخل البلاد جوه الفنتريكل، بس لسه ما حصلش دايلاتيشن. وهنا نفس القصه، ادي هنا المنظر ده، وبرده ايه وكلينيكالي انت بتقولي لي البيبي ده انا شاكه انه يكون عنده انتراكرينيال هيموج اللي حصل كلينيكال، انا المفروض ااكد المعلومه دي او انفيها، تمام. وادي المعلومة، ادي عندنا هنا ده grade 2 intracranial hemorrhage، ده another case، ادي برضو دخل، يعني ابتدى يحصل شوية dilatation، بس مانش ايه متأكدة قوي منه، لكن المتأكدة منه انه هو دخل جوه الventricle وبقى grade 2، وممكن اقدر اقول والله ده grade 2 وgrade 3 بينهم هما الاثنين، ونعمل follow up تاني واتأكد ان كان فيه dilatation ولا لا. ادي grade 3 في نفس الحالة دي، after 3 days ابتدى يبان بقى بوضوح الجريد اللي هو الدايلاتيشن بتاع الفنتريكل، وطبعا جواه في الهامرج، وادي المنظر اهو وفي دايلاتيشن، يبقى انا كده دخلت في جريد 3. هنا بقى واضح، عملت تاني وبقى واضح جدا ان في دايلاتيشن، دي معناها بيبقى في حاجه وقفت وابتدت تعمل الدايلاتيشن، ولازم اقول ان فيها اللي هي فيها لاترال فنتريكل، فيها ثيرد فنتريكل، فيها فورث فنتريكل، ايه اللي دايليتد، وبص عليه واقوله كويس. ادي هنا المنظر اهو، ادي عندنا اللي هو دايلاتيشن في اللاترال فنتريكل، وجواه طبعا ده كورايد، ولكن جواه في اللي هو الهيموراجيك ماتيريال وفي دايلاتيشن، يبقى انا هنا جريد 3 انتراكرانيال هامرج، برضو ده جريد 3 انتراكرانيال هامرج. وبعدين بعد كده الجريد 4، الجريد 4 ده لارج سب ايبندايمال بليدنج بات اولسو ا لارج اريا ويز انكريزد ايكوجينيستي ان ذا برين بارينكيما لاترال تو ذا فنتريكل، ذيس از بروبابلي ذا ريزلتس اوف ا فينس انفاركشن. يبقى الجريد 4 قلت لكم ان هو هيبقى انترا بارينكيمال هيمرج، حتى لو ايفن ما عدتش بالجريدز دي كلها ودخلت على طول على البيبي لقيت انترا بارينكيمال، يبقى انا كده في الجريد 4. ادي المنظر اهو، ده بيبي كان عندي هنا سب ايبندايمال، قعدت اعمل له فولو اب، ابتدى يحصل فيه اللي هو الدايلاتيشن، وابتدى لقيت بقى ايه في البارينكما نفسها في السريبرال بارينكما، ابتدى يبقى فيه ايكوجينيك فوساي، وابتدى تبقى فيه جريد 4 انترا بارينكمال هيمرج، يبقى ده جريد 4 ما هواش ولا جريد 2 ولا 1 ولا 3، ده جريد 4. بيبقى سببها ايه؟ بيبقى سببها الفينس انفاركشن. ادي المنظر ده انذر طبعا كيس، ادي المنظر اهو، هنا الهيمرج هنا ودايليتد طبعا فنتريكل، وابتدى يخش على اللي هو السريبرال بارينكما، وطبعا ده بيبقى بسببه لقوا الفينس انفاركشن. يبقى ده الانديكيت ده جريد 4 هيمرج، وادي برده ده بسبب الفينس انفاركشن. يبقى الويدج شيب هايبر ايكويك اريا اون لاترو سوبيريور سايد اوف ذا فنتريكل ذيس ريبريزنت ا سمول فينس انفاركشن. ابتدي الفولو اب بتاعه القصه دي، ابتدت تحصل لها ايه ليكويفاكشن، وابتدت تبقى ايه سيستيك اريا، صح؟ مش احنا عارفين اللي هو الجريز ان الهيمرج بيحصل له ستيجنج كده، فابتدى يحصل له ليكويفاكشن، وادي المنظر اللي انتم شايفينه من المنظر اللي كان هيمرج ايكوجينيك فوساي، بعد كده ابتدى يبقى فيه ليكويفاكشن، بعد الليكويفاكشن دي ابتدى يحصل ايه ده بعد اسبوعين.
بعد بقى كده بعمل برضو في الفينس انفاركشن ابتدت تتحول للسيست. السيست ده كل طبعا ما بعديها بتبتدي تعمل فولو اب، لقيت ان السيست ده ايه فتح على ايه على اللاترال فنتريكل، ده يديني حاجه اسمها ايه بورينج كيفاليك سيست، وده المنظر طبعا بتاع البورينج كيفاليك سيست. يبقى الفينس انفاركشن اللي انا شفتها ريزولف بسيست فورميشن، كان صغير ابتدى يكبر ابتدى يفتح على الفنتريكل ابتدى يعمل لي بورينج كيفاليك سيست. ادي المنظر ده جبته بالذات ليه؟ عشان اوضح حاجتين، اوضح الفرق بين الكورايد بلكسس وبين الايه الهامرج اللي موجود جوه الايه اللاترال فنتريكل. ادي المنظر الساجيتال وادي اللاترال فنتريكل تمام، وادي الكورايد بلكسس، وادي الكورايد بلكسس دايما تطلع لقدام انتيريور لكده، بوستيريور ليها ده منظر الهامرج اللي احنا عندنا، فده جايباه بالذات عشان افرق بين الكورويد بلكسس واللاترال فنتر. ده انذر بيبي برضو حصل فيه هامرج، والهامرج ابتدى يطلع في انترا بارينكمال في السيريبيلا وابتدى السيريبرال وابتدى يبقى فيه ده جريد 4 انترا كرينيال هامرج. الجريد 1 و 2 بليدز ده جنرالي هاف ا جود بروجنوز، تابعنا حالات كتير بتتحول لسيست صغير وبقينا نتابعهم بعديها بفترات، الحمد لله البيبي ده نيورولوجيكال بتبقى الامور كويسه وبيبقى الحمد لله جود بروجنوز. مين الحقيقه اللي بيبقى باد بروجنوزز اللي هم دخلوا في جريد 3 وجريد 4؟ لا دول بيبقى نيورولوجيكالي بيحصل لهم انجري ويعني بيبقى في ديفيسيت وبيبقى الدنيا بتبقى بروجنوزز بتاعهم الحقيقه ما بيبقاش كويس. في بقى كومبليكيشنز بتحصل للقصه اللي احنا عملناها، احنا قلنا من ضمن الجريدز ان احنا عندنا في بيحصل دايلاتيشن للفنتريكل، يبقى اذا بيحصل لي هيدروكيفاليك تشينجز. الهيدروكيفاليك تشينجز از ا كومن كومبليكيشنز لقصه الهامرج، طبعا بيبقى محتاج للهيدرو للشنتنج، وده ازاي ان انا اعرفها؟ لازم اعمل فولو اب. يبقى مهم قوي يا اولادي لما يكون عندي هيدروكيفاليك تشينجز والبيبي ده حصل له دايلاتيشن للفنتريكل لازم اعمل فولو اب عشان واقيس بالمقاسات عشان ابتدي اقول لا ده لازم يتدخل بقى، مش هينفع ده كل مره انا بقيس بلاقي الامور زادت، لا ده لازم النيوروسيرجن يبتدي يشوف هيعمل له شانتنج ولا هيعمل ايه. طبعا الميكانيزم اللي فيها الهيدروكيفرس عندنا تو ميكانيزم كومينيكيتنج هيدروكيفاليك تشينجز او اوبستراكتيف هيدروكيفاليك تشينجز. الكومينيكيتنج هيدروكيفاليك تشينجز اللي هي ديكريز الابزوربشن بتاع السي اس اف سيكندري الاوبستراكشن بتاع الاراكونويد فيلاي باي بلاد اند دبريس اور ذا ديفلوبمنت اوف اراكونويدايتس، او الاوبستراكتيف بقى هيدروكيفاليس اللي هي الاوبستراكشن للسي اس اف سيركيليشن. وكده انا خلصت لكم الانتراكرينيال هامرج. ايه رأي يعني اللي حد عنده سؤال يقول لي قبل ما نخش في حاجه الاخيره بقى ان شاء الله الاسكيميا والقصه. بصي هو عامه يعني بسرعه كده ان احنا ما نزدادش عن الاربعه الاربعه ملي في الايه الانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل، ده ما يزدادش عنه، ما يزدادش، لو زاد بتعملي فول اب وتشوفي الدنيا هتزداد ولا لا. فمهم جدا ان ده الانتيريور هورن، ها الانتيريور هورن، وبتجيبيه في منظر كده معين لازم بيبقى ليه ايوه في الكورونال ويبقى عندك السورد فنتركل وبعدين تروحي قايساه ما يزدادش عن الاربعه. اربعه مني ايه؟ هو نفسه الحته دي هو نفسه، وتعملي فول اب. لا لا بيبتدي ايكوجينيك فوسار، دي مهمه جدا، ما عنديش حاجه اسمها اسود، الاسود ده في الاخر لانه بيتحول لسيست، انما هو في الاول بيبقى ابيض، بيبقى ابيض عكس طبعا يعني حاجات بقى ثانيه سي اس اللي هو السي تي والام ار اي والقصه دي، لكن احنا في السونار بيبقى ايكوجينيك فوساي، بيبقى حاجة هايبر ايكوجينيك، بوتشة بيضة. وبعدين لما يحصل لها بقى الليكويفاكشن هتبتدي تتغير وتتحول للسيست المنظر اللي انت شفتيه ده.
في حد تاني عايز يسأل أي سؤال؟ ها؟ ما هو السب ابن دايمال هي الجورنال ماتريكس. لأن الجورنال ماتريكس موجودة هي في السب ابن دايمال ريجن، هي دي بتاعة الجورنال ماتريكس. ايوه بالظبط كده، تبقى كونفايند للجيرمان ماتريكس، يبقى ده جريد 1. لو دخلت جوه الفنتريكل يبقى انا كده جريد 2، لو عملنا دايلاتيشن يبقى ده جريد 3، لو دخلنا في البارينكما يبقى ده جريد 4. طب اوكي ماشي ماشي. ها ايوه يا ماما، لا تاني قولي لي مش سامعه. بالاناتومي اللي هو اصلا اوريدي هايبر اللي هو الكورويد بلكسس. لما يبقى فيها بقى انا هقدر اميز ازاي؟ هتميزي ليه بقى؟ انا قلت لك في نقطه مهمه قوي، الكورويد بلكسس دي بتنتهي بايه؟ عندنا سلاماي وعندنا كوديت اوف نيوكليس، صح كده؟ وبينهم جروف اسمه ايه؟ كودو سلامك جروف، ده بيبقى واضح جدا. لو الكودو سلامك جروف ده مش واضح وابتدى يبقى فيه قدامه حته بوتشه كده ومش موضحاه، يبقى انا كده باكد ان ده هامرج، ما هو بيبقى بعيد خالص عن الكورويد بلكسس، قدام الكورويد بلكسس. تمام. اخر حاجه بقى هنقولها دلوقتي اللي هو الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي ان بيحصل انادكويت بلاد اوكسجينيشن leads to disturbed cerebral autoregulation أو hypoxic ischemic insult أو brain hypoxia. كل ده ال brain ischemia عامة results in switch from oxidative phosphorylation to anaerobic metabolism which is highly inefficient. This changes causes rapid depletion of adenosine triphosphatase ATP. انتوا طبعا اشطر مننا في القصة دي. واللاكتيت accumulation within the cells and eventual loss of normal cellular membrane function ويبتدي يحصل لي الاسكيميا. عندي اسكيميا برضو في جريدز للاسكيميا، زي ما قلت الجريدز للهامريج في عندي جريدز للاسكيميا. الجريدز للاسكيميا ان احنا عندنا اول جريدز دي بيبقى بيعملوا لها كومباريزن كده ان هي برايت للكورويد بلكسس ولا زيها ولا اكتر منها ولا ايه. الجريد طبعا الزيرو بيبقى نورمال ايكوجينيستي، جريد 1 بيبقى مودريت انكريزد ايكوجينيستي، بتبقى برايت زي الكورويد بلكسس. في ساعات بتبقى زياده ايكوجينيستي عن برايتر ذان ذا بلكسس، ودي دخلنا في جريد 2. الحقيقه احنا ما بنشتغلش بالقصه دي، احنا بنشتغل بالجريدز اللي بعديها اللي هي ادابتد حسب فروم دي فرايز ايتال هو اللي قايلها، ودي اللي احنا بنمشي بيها. الجريد 1 ده ان شورت لاستنج بيري فنتريكولار دنسيتي بيرزيستنج ليس ذان 7 دايز. اللي انا قلت لكم ان احنا بنقعد انت بتجيبيني وبشوف القصه اقول لك والله ده في هايبر ايكوجينيستي بيري فنتريكولار هايبر ايكوجينيستي، انا مش عارفه ان دي من بريماتور بيبي ولا دي اسكيميا. طبعا انت كلينيكالي هتقولي لي هتفيديني، وانا هقول لك انا هعمل فولو اب بعد 7 ايام. بعد 7 ايام لو لقيت في برولونجد peri ventricular density persisting 7 days or more يبقى انا هنا دخلت في peri ventricular leukomalacia وفي فعلا اسكيميا وده جريد 1. لو انا peri ventricular density دي و evolving into small localized cysts يعني ابتدت عملت follow up تاني وابتدى الايكوجينيستي دي ابتدت تبقى فيها سيستات صغيرة، يبقى انا هنا في periventricular leukomalacia grade 2. لو كواليس السيست دي وابتدت تكبر وابتدت تبقى سيستات كبيرة يبقى انا هنا في grade 4. ولو ابتدت تبقى تكبر وتبقى expansive ودخلت على الكورتيك بقت subcortical يبقى هنا في grade 5. يبقى انا عندي زي ما قلت الجريدنج بتاع الانتراكرانيال هامرج، عندي جريدنج للبيري فنتريكولر لوكوماليشيا.
طبعا زي ما قلت برضو في اللي هو الانتراكرينيال هامرج اللي هو البروجنو الجريد 1 و2 ده بروجنوزز بتاعه جود بروجنوزز، وقلت ال3 وال4 ده باد بروجنوز. نفس القصه هنا الجريد 1 وجريد 2 ده جود بروجنوز، اول ما بعدي من الجريد 2 بقينا بقى في 3 و4 و5 لا ده بيبقى البيبي ده بيبقى باد بروجنوز. ادي المنظر بتاعي. كل ده على فكره انا بتكلم على بري ماتيور بيبي. البري ماتيور بيبي هلاقي بيري فنتريكولر اهو لوكو ماليشيا انكريز برين ايكوجينيستي، تمام. وهبتدي اقول له انا عايزه ابص على القصه دي. طبعا دي باينه وواضحه قوي، لا ساعات بتبقى مش واضحه وبتبقى مش قادره اقول ان دي بين حاجه انها بريماتيور بيبي ولا ولا سكيميا. يبقى دي بعد 7 ايام هعيد اعمل فولو اب، اذا كانت بيرسيستنت يبقى انا هنا عندي سكيميا، وبرده لازم ابقى ايه كوريليت بالكلينيكال بتاعك وابقى ده ماشي مع كلامي ولا مش ماشي. عملت فولو اب تاني، عملت فولو اب تاني وابتدت تتحول لسيستات زي ما انتم شايفينها كده، سيستات صغيره يبقى دي هتبقى جريد 2، ولو بقت كواليس وسيستات كبيره يبقى دي جريد 4، ها. ولو ابتدت تبقى سب كورتيكال وعملت دايلاتيشن كده بالفنتريكل وبقت الحاجات اللي احنا شايفينها بقت سب كورتيكال يبقى انا هنا دخلت في جريد 5، تمام. هنا بقى ده الفول تيرم بيبي، وده يفرق كتير عن البري تيرم بيبي. ادي ده البري تيرم بيبي، ادي المنظر اهو لاترال فنتريكل، وادي عندي هنا ده الكورويد بلكسس، وده بره الكورويد بلكسس بيبقى في البيري فنتريكولر اريا. نعم. اللي هي دي ده سيلفيان بقى وحاجات كده بقى بره، اه ده قصه ثانيه. انما انا هنا ده بيري فنتريكولر برين ايكوجينيستي، وده هو الليكوماليشيا اللي انا بقول عليه. الفول تيرم بيبي بقى اللي هم سالتوني على الفول تيرم بيبي، الفول تيرم بيبي بياخد الجيوغرافيك ابييرنس، يعني بياخد لي اكتر حته بتاخدها السلاماي والبيزل جانجليا، ها. وبيبقى المنظر زي ما انتم شايفينه كده غير البري تيرم بيبي خالص. المنظر بيبقى واخد جيوغرافيك ابييرنس وبيبقى دايما في البيزن جانجليا او السلاماي، وبيبقى منظر تاني غير البري تيرم بيبي، تمام. الكونكلوجن بتاعنا ان احنا عندنا الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي في البري تيرم انفنت، بيبقى هايبر ايكوجينيك جلوبولر تشينج ان ذا بيري فنتريكولار ريجنز، بيبقى سيستيك تشينجز من 2 ل 6 اسابيع افتر انجري، والاند ستيج في البيري فنتريكولار نيوكولار ماليشيا ويز فنتريكولار ميجالي ويز ريجولار مارجن، وابتدى يبقى في السب كورتيكال وابتدى كده، ده طبعا بيبقى بعديها. في التيرم انفنت بيختلف عن البري تيرم انفنت، بيبقى بياخد باوندري زون انجري باتر، وغالبا بياخد البيزل جانجليا او اللي هي السلاماي، وطبعا رير خالص ان يحصل توتال كورتيكال انجري باتر. الهوم تيك بقى مسج بتاعتنا اللي احنا عايزين ناخدها من الكلام اللي احنا قلناه من اول المحاضره، ان احنا عندنا ان ترانسكرينيال دوبلر التراساوند هاز بين ا ميجر ادفانس ان ذا دايجنوزس ديفرنشيت بتوين النورمال اند الابنورمال كيسز، وحاجه ايزلي، حاجه سيف، حاجه ما فيش اي مشكله فيه، بتعمل فولو اب في كل لحظه اهو، ايرلي ديتكشن، بورتابل، سيف، low cost, highly effective technique that is of considerable value in evaluation of normal brain, intracranial hemorrhage, hydrocephalic changes, with HI, hypoxic ischemic encephalopathy, and the follow-up of cases ما عندكش اي قصة ان انت تقول لا انا مش هعمل follow-up، ده في radiation، ده في ما اعرفش ايه، لا ما عنديش مانع خالص ان انا اعمله بfrequent وما فيش اي مشكلة، بس عايزين good experience. وارجوكم لازم بيبقى انا مش مطلوب منك ان انت تعملي دايجنوزس، انت مطلوب منك بس بتفرقي بين النورمال والابنورمال، واول ما يطلع ابنورمال يبقى انت على طول شيفت للراديولوجيست، هو اللي هيقول لك ايه القصه اللي موجوده هنا، ولان مهم جدا ان احنا نقول جود يعني الدايجنوزس يحصل صح، الا لو حصل دايجنوزس بيبقى البلان بتاعكم في التريتمنت غلط، وبالتالي ده بيجي على البيبي وبيبقى القصه مش مظبوطه. فدي نقطه مهمة مهم ارجوكم يعني استوعبوها، مش معناها ان انتوا خلاص عرفتوا الترانسكرينيال يبقى احنا هنشتغل ترانسكرينيال وخلاص وكذا، لكن
ده مش يعني مش هو ده القصة. ثانكس مرسي ليكو. وانا كده قلت لكم الجزء اللي هو ايوه اي انا اديت لك يعني هنت كده عليها يعني هنت بسيط لان مش هيسمح الوقت بكل اللي احنا هنعمله ده اديت لكم هنت عليها ولكن لو عايزينها في محاضرات تانية ان شاء الله نبقى نعملها. النهاردة مهم قوي ان احنا نفرق بين النورمال وابنورمال. انا مش طالبة منكم النهاردة غير تخرجوا عارفين النورمال والبلينز بتاعت النورمال وان انتوا المنظر بتاع النورمال شكله ايه عشان تبقى عارف النورمال بين الابنورمال. بعد كده بقى القصة دي تبتدي بقى ايه تروح للراديولوجيست وهو يحل لك الموضوع. تمام؟ اتفضل. ايوه تمام. دي نقطة مهمة ان هي في الدوبلر ستادي احنا بنبص على الكالر اكزامينيشن وفي نفس اللحظة لازم بنعمل اسسمنت بالريزيستيف اندكس. الريزيستيف اندكس دي بيبقى ليها نورمال رانج من 0.5 ل 0.7 بتبتدي تبقى زايدة شوية عن ال 0.7 للبريماتيور بيبي ولكن طبعا دي لو فرقت اقل من ال 0.5 او اعلى من ال 0.7 دي معناها في يعني في البرفيوجن بيبقى في مشكلة. ايه هو النورمال بتاعنا؟ النورمال بتاعنا ان بيبقى لو ريزيستنس فلو بيبقى هي ليها معادله كده وبيبقى المفروض ان انت البرين بيبقى الدايستول بيبقى عالي من ربنا عامل ان الدايستول يبقى عالي عشان السيركيليشن على طول تبقى موجوده فبيبقى لو ريزيستنس وهاي دايستوليك فلو. لما يحصل اي يعني ديستربنس في الدايستوليك فلو ويبتدي يبقى في هاي ريزيستنس فلو والدايستوليك يقل او يبقى مش موجود او ينزل تحت اللاين بتاعنا ده معناها ان في البرفيوجن في مشكله وده البيبي ده بيبقى مش كويس وده بيديني يعني انا بقول لك لا البيبي ده البرفيوجن بتاع البرين بتاعنا ما هو كويس وبتشوف بقى ان انت تشوف ايه اللي هتعمله بالنسبة للبيبي ده. ودي نقطة مهمة جدا وكان لازم اشير اليها الحقيقة بس انا يعني اصل كل واحدة من دي لازم ليها محاضرة لوحدها فانا حاولت اجمع لكم بقى يعني الحاجات كلها. انا كان نفسي قوي ان انتوا تبقوا النهاردة مهم جدا اللي هو النورمال والابنورمال لكن كل واحدة من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي ليها محاضرة لوحدها سواء هامرج سواء اسكيميا سواء اللي هي ايه التالتة اللي احنا اتكلمنا فيها. المهم يعني كل واحدة دي ليها محاضرة ليها محاضرة لوحدها. تمام اتفضل يا فندم. ايوه شفتي بقى حضرتك ده مهم نقطه مهمه جدا اللي بيفرق بقى ان انا الاكسبيرينس بتاعتي ان انا واحده بشتغل كتير جدا وعرفت الفرق بين ده وبين ده. هي فرق بقى ايكوجينيك بسيطه يعني دي بتبقى ايكوجينيك قوي اللي هو الهامرج بيبقى ايكوجينيك قوي عن التاني بس الاثنين ايكوجينيك. وبعدين بال كمان ان انا ابتدي اعمل الفولو اب بتاعي. تمام دي برضو بتفرق في القصة دي. النقطة برضو اللي أنا عايزة أقولها تاني لا ده في نقطة برضو تانية مهمة جدا الكورويد من ضمن الحاجات اللي هي التايبس بتاعتي الكورويد اللي هو كورويد بليكسس هامرج. لو جت في واحدة تبقى سهل لو جت بقى في الاثنين دي مشكلة. عايزة برضو ان انت تبقي عارفة اساسا الكورويد بليكسس شكلها ايه والاريجولاريتي بتاعتها بتبقى منظر بقى كده معين وانا ببقى يعني من كتر ما انا شفت اقول لا دي في مشكلة ابتدي اعمل فولو اب الاقي فعلا تحولت لسيست ومش عارفة ايه ابتدي اقول ده هنا كان فيه هامرج. يعني عشان كده بقولك في النيونيتس مفيش حاجة اسمها اجي اقول واحط ايدي واقول ده كذا لا مفيش حاجة اسمها كده. انا بقول انا في كذا انا متوقعة ان ده يكون كذا وكذا اديني فرصة اعمل فولو اب واقول لك الموضوع. تمام وبيبقى ومهم جدا ان انا سولف ا بروبلم. انا مش واحدة جاية اقول الا انا لا انت بتقولي لي انا البيبي ده عنده كذا ده بري تيرم بيبي ده انا شك ان هو عنده كذا انا بحط البروب واقول لك ده في ايه وعنده ايه وانا شك في ايه وممكن نعمل فولو او ممكن اقول لك لا انا يعني واثقه ان ده عنده الحاجه الفلانيه. في حاجه تقولها يعني. نشوف الحاله دي حالات شفناها تحت
ادي اول حاله عندنا انا عملت هنا. مين اللي هيقول لي ويبقى معايا ده ايه؟ ده الفيو ده ايه؟ ها مين الفيو ده؟ ها ماستايد فيو. بعمل الماستايد فيو عشان اشوف ايه؟ السيريبيلم. عشان السيريبيلم بيبقى ايه؟ قلنا الويف لما بعملها من الانتيريور فونتانيل ها بتبقى سنترال وتبين لي القريب والبعيد، يبقى عندي بريفرال وما بقاش شايفه فيه واضح. فعشان اوفر كام القصه دي بعمل الماستايد فيو عشان اقرب للسيريبيلم، وبالتالي جالي ايه؟ ادي ده مين؟ ده الفورس فنتركل وده الفيرمكس وده ايه؟ السيستورنا ماجنم. السيستورنا ماجنم هنا والفورس فنتركل ايه اللي حصل بينهم؟ في كونكشن. ده بيفكركم بايه؟ داندي ووكر فاريانت. ها مش الداندي ووكر بقى القصه، لا داندي ووكر فاريانت. تمام، ده اول كيس اهو عندي. الكيس الثانيه الدكتور اللي قال لنا على الريزيستيف اندكس، ادي الريزيستيف اندكس هي نفس الحاله، عملت لها الريزيستيف اندكس بتاعتها طلعت 0.8 دي عاليه. ها 0.8 دي عاليه، انا قلت لكم الرينج بتاعي من 0.5 ل 0.7 وبتقبل ان هي تكون 0.75 ولا حاجه بالنسبه للبريماتيور بيبي او بيبقى 0.7، انما اول ما يعدي واصل لل 0.8 وادي الايه؟ الدايستول هاي سيستول، والدايستول شكله ايه؟ ابتدى يبقى لو. ده كلام معناها هاي ريزيستنس فلو. الهاي ريزيستنس فلو يبقى ده معناها دخل خلاص قصه ربنا عامل ان لو ريزيستنس فلو، عشان يبقى الفلو على طول ماشي للسيريبرال، فده يبقى هنا في مشكله في البرفيوجن بتاع البرين. نفس الحاله دي كان في دايلاتيشن اهو، تمام، ودايلاتيشن في السب اراكينويد سبيس، ها وادي دايلاتيشن في اللاترال فنتركل، وكمان في زي تربت كده فلو شايفينه هنا بالنسبه لللاترال فنتركل. تمام، يبقى ده ايه؟ ابتدى ايه هنا؟ في دايلاتيشن هنا ودايلاتيشن هنا، ابتدى ان انا احس بان انا في ايه؟ هيدروكيفاليك تشينجز، وكمان بيخش في برين اتروفي، والبرفيوجن بتاعه مش حلو قوي، بس برضه بقول انا عايزه اعمل فولو اب واشوف العيان ده ايه واعمل له كورليشن بالكلينيكال داتا واللابوراتوري والقصه دي. وادي نفس الحاله، ادي الساجيتال اهو، وادي الوايدنينج في سب اراكينود سبيس، وادي الوايدنينج في اللاترال فنتركل، وايه وادي دي نفس الحاجه اللي كان فيها برضو هاي ريزيستنس فلو. دي الكيس الثانيه، دي انتوا اللي هتقولوا لي من الكلام اللي انا شرحته. ها مين اللي هيقول لي ده اولا ساجيتال ولا كرونال؟ دي اول حاجه ساجيتال. طيب عايزه اقول ده لينير بروب ولا سيكتور بروب؟ لينير. كويس قوي. ها هنا بقى في ايه؟ جريد 1. ليه بقى؟ ليه؟ كان في حد بيسالني بيقول لي هنعرف نفرق بين الكرويد بلكسس ها وبين كده؟ ادي اهو يا ستي، ادي كرويد بلكسس، والمفروض ادي السلاماي، وادي هنا الكوديت، وهنا في حاجه اسمها كودو سلاميك جروب. ها الكودو سلاميك جروب ده اسود. ها لا ده مش باين. ها بقى هنا في حاجه هايبر ايكوجينيك اهي، وهي قدام الكرويد بلكسس ومش باين الكودو سلاميك جروب، ومفيش حاجه في الفنتركل ومفيش دايلاتيشن، يبقى انا جريد 1 ايه؟ انتراكرينيال هامج. تمام، لا الوقت مش هيسعفنا لكل الاسئله دي. الكيس 3 ادي احنا عندنا هنا، مين اللي هيقول لي اول حاجه؟ ده ايه؟ ده كرونال. طيب ها ده سيكتور ولا لينير؟ انت اللي هتقولي لي، انت اللي هتقولي. لا انت اللي هتقولي. ها سيكتور ولا لينير؟ ليه اللي قال لي سيكتور يقول سيكتور ليه؟ ها ايوه بين الديبر ستراكشر، ولكن ساعات بيبقى الريزوليوشن تقل شويه. لو انا عايزه اتاكد بفتح عليه اللينير، اللينير بيبقى ايه؟ لس بنتريشن ولكن جود ريزوليوشن، بالذات في الحاجات اللي تبقى سوبرفيشال. انا بحب جدا اللينير بروب في النيونيتس، جميل وبيحل لي يعني بروبلمز كتيره قوي. لو انا شاكه في حاجه ولا حاجه اروح فاتحه عليه اللينير بروب يحل لي الموضوع. ها حد بقى هيقول لي؟ مين اللي هيقول؟ نعم. طيب ها اهو اهو ها مين؟ نرجع بقى تاني، يبقى انا كده ما عملتش حاجه في المحاضره. يبقى هنا عندي ايه؟ ادي الرايت سب ايبندايمال، في ايه؟ في سيست. صح ده طبيعي اللي انا شايفاه ده طبيعي اهو، ان كومباريزن حتى بالناحيه الثانيه ده طبيعي.
لا مش طبيعي، في ايه؟ في سيست. طب اتاكد بقى هل ده كلام مظبوط ولا انا كلام بقول اي كلام. اروح عامله ايه؟ الساجيتال. ها قدام بقى ادي الكورويد بليكسس اهي، صح؟ قدامها في ايه؟ في سيست. يبقى ده اتوقع ان ايه؟ ها كان في هنا ايه؟ كان في هيمرج، وبعدين ابتدى يحصل له ليكويفاكشن، صح؟ ده السيكولي بتاع الهيمرج، صح كده؟ يبقى انا هنا ايه؟ يبقى ده السيكولي بتاع الهيمرج، ولكن لسه ما فيش ايه؟ حاجه جوه الفنتريكل، ولا حاجه عامله لي دايلاتيشن، ولا حاجه في البارينكما. يبقى انا في ايه؟ جريد 1. بس ده السيكولي بتاع الهيمرج، ابتدى بقى يحصل له ريزوليوشن عادي، يعني ده الطبيعي بتاع اي هيمرج. طيب ادي هنا بقى الحاله الرابعه، ودي حاله جات لنا فعلا، دي حاله جات لنا من المحاضن، حد محضن بقى ما اعرفش اني محضن بتاع المازا ولا بتاع ايه. ها مين اللي هيقول لي ده ايه؟ هنا في ايه؟ لا حد واحد اللي يتكلم ويقول ويمسك الميكروفون ويقول، واحد يتكلم ويمسك الميكروفون ويقول. ها مين؟ ها قول يا هاني. ايوه 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 جريد فور. يبقى انا هنا ادي ده ايه؟ ده ايه يا ولادي؟ ايوه اول حاجه ده كرونا، صح كده؟ ده كرونا الفيو. ها استخدمت فيه مين؟ السيكتور بروب. طيب ها ايه بقى اللي عندي؟ اول حاجه باينه جدا دايلاتيشن في الفنتريك. طيب تاني نقطه في هنا، ده الفنتريكل ده زي الفنتريكل ده؟ لا، امال في ايه؟ هيتروجينس ايكوجينيك فوساي موجوده فين؟ في الساب ايبندايمال، في الحته دي، او بيري فنتريكلر، صح؟ ده بس للبيري فنتريكلر ولا داخل في الانترا بارينكمال؟ داخل في الانترا بارينكمال. هبص عليها فين؟ ادي ده ايه؟ ساجيتال. اي شايفين المنظر؟ ها فتحت عليها ايه؟ الدوبلر، وشفت الريزيستيف اندكس وطلعت ايه؟ ها هاي ريزيستنس فلو. ليه هاي ريزيستنس فلو؟ ادي لو، ادي السيستول عالي جدا والدايستول واطي، يبقى انا في هاي ريزيستنس فلو. وهتطلع الريزيستيف اندكس طلع كام يا استاذ؟ 0.8 عاليه جدا. يبقى ده معناها البرفيوجن بتاعه مش كويس، اداء 0.87 كمان، يعني قرب التسعة. فده معناها ان حصل كده ايه؟ البرفيوجن بتاعه مش مظبوط. في نفس النقطه في عندنا دايلاتيشن لللاترال فنتريكل وفي الثيرد فنتريكل، صح كده؟ طيب وفي ايه؟ توربيديتي في الانت في الايه؟ في الهام في ال... في الفنتريكل، صح؟ الوقت ساعتنا. طيب يبقى اذا انا هنا عندي ايه؟ عندي ادي الفنتريكل وفي توربيديتي. التوربيديتي دي بقى حاجتين، توربيديتي دي تقول ايه وايه؟ الكلينيشن يقولوا لي. تمام حضرتك هتفرقي لي وانا واقفه، هقول لك والله انا عندي دلوقتي توربيديتي في السي اس اف، وانا مش عارفه لا اما هتكون باس لا اما هتكون هامرز. حضرتك بالكلينيكال هتقولي لي البيبي ده انا متوقعه ان هو فعلا داخل في انفكشن ولا لا مش داخل في انفكشن. اول لو مش داخل في انفكشن يبقى ده هامرج، لو هو داخل في انفكشن يبقى ده على طول فنتريكولايتس وايه وانكيفالايتس والقصه بتاعتنا بتاعه الانفكشن، ومعاها طبعا السيمتومز بتاعتها اللي انتوا بتقولوها معايا برده. نفس الحاله جبتها لكم اهي، الفارينك ما باينه اهي 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 ده جوه الفنتريكل نفسه، وكمان طلع خلاص للفارينكما، وكانت باينه قوي في الساجيتال، لما قلبتها ساجيتال باينه بقى خالص، واخده الفارينكما، فاهمه؟ عشان كده بقول لك مهم ان انت تعملي كورونا والساجيتال. لا لا طلع بره، طلع واخده السريبرا، ما ده عشان كده تعملي كورونا والساجيتال. تمام ادي اهو المنظر اهو، في الساجيتال باينه قوي اهي، ده داخله جوه الفارينكما خالص اهي. ها حالات ايه؟ يبقى دي هولو بروزن كيفل، انا جايبها لكم كده بس طبعا احنا ما اتكلمناش في الكونجنتال انوماليز، دي حاله هولو بروزن كيفل. وبعدين ادي ده كورويد، فين الكورويد؟ فين الكورويد اللي هي فوق هنا اللي هي دي؟ خد دي السيست، دي كورويد بلكسس اهي سيست، وساعات بيبقى فيه سيست في الحته دي وبتفتح عليه، يبقى ده فين اوف جالن، قصه بقى تانية. المهم يعني ده سيست ده اللي موجود. وبعدين ادي هنا ده تيبيكال طبعا في دايلاتيشن في الفنتريكل، صح؟
وبعدين ايه بقى اللي باين هنا من بعيد خالص؟ انا شفت في حاجة ايه سيستك ليجن جامد قوي موجود بقى، بس انا مش متأكدة هل ده ميجا ستورنا ماجنم، ايه المنظر ده؟ اروح حط على الماستايد فيو ويروح جايب لي المنظر ده. ادي عبارة عن ايه؟ ادي بقى ال دايلاتيشن جامد قوي في الفورس فانتركل، ده عامل زي السيست وفاتح على الميجا سيسترنا ماجنم، وطبعا ده داندي ووكر واضح خالص، والسيريبيلم صغير خالص، والفيرمكس مش موجود والسيريبيلم صغير، ده طبعا داندي ووكر كيس. دول ايه بقى انت اللي هتقول، انتوا اللي هتقولوا لي. ها؟ لا انا عايزاها بتقول ها ايه حاله ايه اسكيميا. ها حد تاني يقول لي. ها ايوه وده ايه ساجيتال، ها فيهم ايه بقى؟ صح 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 برافو عليك. يبقى هي التوربيديتي دي، هقول لك انا دي عندي دايلاتيشن وعندي توربيديتي، والله الحيان ده لا اما هيمريدج لا اما انفكشن. حضرتك اللي هتقول هل هي ماشيه مع الانفكشن ولا مع كده؟ هتقولي لا ده العيان كذا والبتاع بتاعه ايه ودنيته ايه، اقول لك خلاص يبقى ده فنتريكولايتس ودي وادي فعلا حاله انفكشن. تمام شكرا. عايزين بقى اخر حاجه هو فيديو عملناها اللي هو الفورس اللي هو الفور ديجري انتراكرينيال هامرج. ادي الحاله دي عشان تبقوا عارفين. ها افتح الصوره دي الحاله اللي احنا شفناها اللي هي الفورس فنتركل دي جات لي اللي هي فورس ديجري انتراكرينيال هامرج، دي جات لنا فعلا وعملتها، فعشان كده جبت الفيديو بتاعها قلت اوريها لكم. ادي المنظر اهو شايفين داخله في البارينكما ازاي. الدكتوره اللي قالت لي لا ده في الهيمرج بس، لا الهيمرج حاجه اللي هي قصدي داخله في الفنتركل بس، ولكن دي داخله في البارينكما اهي شايفين المنظر. وادي ده واحنا بنعملها تحت اهي، ده الديفرنت بلينز اللي احنا قلنا لكم عليهم ها في الساجيتال وفي الكرونال. تمام وده رحت الناحيه دي ورحت الناحيه دي ليها ليفت وليها رايت عشان تشوف الناحيه الثانيه، لا هي كانت ناحيه الرايت سايد وكانت الليفت سايد ما كانش فيها حاجه. وادي المنظر ونعيدها تاني، ممكن تعيدها لنا تاني لو سمحت؟ لسه هي لسه بتخلص، طب خليها تخلص. ادي المنظر اهو كورونال تمام، ادي في اللي هنا في الرايت سايد ودخلت جوه الفنتريك وكمان في البارينكما شايفين المنظر، وفي توربيديتي في البوز فنتريكلز تمام. ادي المنظر اهو، وبعدين هنبتدي انا كل ده واقفه يعني واقفه برجع تاني وبعمل البلينات. وادي السورد فنتريك البان عندي وابتديت تاني اشوف من الاول اللي هو عملت بقى الساجيتال اهو. وادي المنظر اهو في الرايت اهو، ابتديت اقلب للناحيه التانيه اللي هي اللفت سايد تمام، ما فيهاش حاجه اللفت سايد. ها تمام كده احنا خلصنا. السلام عليكم دكاترة. ان شاء الله انا هكون موجود كده معاكم ان شاء الله النهارده وزن 15 ل 20 مينتس باذن الله، وان شاء الله التوكس بتاعتنا تعجبكم كده وتبقى عند حسن ظنكم كده باذن الله، وهتشرف لو في اي اسئله بالنسبه لحضراتكم تحت امركم. في البداية طبعا أنا سعيد إن أنا بتشرف بوجودي معاكم النهاردة تبع الجمعية الشرعية وتحت رئاسة طبعا دكتور عاطف دنيا، أنا متشكر إن هو إدانا الفرصة دي عشان نبقى موجودين معاكم النهاردة، وإن شاء الله يبقى يوم فروتفول كده بالنسبة لكم بإذن الله، ويتكرر دايما نبقى دايما موجودين معاكم تبع شركة دانون بإذن الله. إن شاء الله التوبكس اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة هو توبكس كتير من حضراتكم بيشوفوه سواء في العيادات البرايفت أو في المستشفيات، وهي حالات الألرجي. طيب اي نوع من انواع الالرجي زي ما حضرتك شايفين معانا، سواء كان كاو ميلك بروتين الرجي، سواء كانت اكزيما، سواء كانت راينايتس او ازمه، وازاي احنا بنتعامل مع الاطفال قبل ما يجي لهم الالرجي. طيب وهنتكلم كمان على الرول بتاع الابتاميل اتش اي. ابتاميل اتش اي بيتهيألي ممكن يكون كتير من حضراتكم لسه ما سمعش عنه، لان هو البرودكت موجود في الماركت ويزن حوالي 3 مانثس بس،
فانا هتكلم عليه مع حضراتكم النهارده، وهنتكلم قد ايه الابتاميل اتش اي بيقدر يساعد الاطفال ان احنا نقدر نعمل لهم بريفنشن قبل ما يخشوا في مرحله التريتمنت، لان طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين ان البريفنشن بيتر ذان تريتمنت. موضوع الالرجي موضوع كومبليكيتد جدا وموضوع معقد جدا، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اول ما الطفل لا قدر الله بيجي له الرجي ده ممكن يعمل بردن سواء على الطفل او الاب او الام، والبردن ده بيبقى فاينانشالي وبيبقى سايكولوجيكالي وبيبقى فيسيولوجيكالي. طيب دي ستاتستيك، الستاتستيك دي معموله في الجلف ومعموله في الوطن العربي كله معاهم كمان مصر. الستاتستيك دي كانت معموله سنه 2015 وقالوا فيها ان جلوبالي 30% من الاطفال بيبقى عندهم ريسك للالرجي، وزي ما اتكلمت كده مع حضراتكم ان الالرجي سواء كانت اكزيما او راينايتس او ازمه، بسم الله ما شاء الله مصر تاخد كميه كبيره جدا من الاطفال بيبقى عندهم الرجي. فاول واحده اللي هي الاكزيما لقينا ان تقريبا 20% من الاطفال بيبقى عندهم اكزيما، وبالنسبه للراينايتس في حوالي 35% من الاطفال بيتصابوا بالراينايتس، وبالنسبه للازمه في حوالي 46% من اطفالنا بيتولدوا بيبقى عندهم ازمه. ده اللي يدل ان يعني ربنا يحفظ كل اولادنا اول ما بيتولدوا نسبه كبيره جدا 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 من اطفالنا ممكن انهم يتصابوا بالالرجي. طيب اهم حاجه بالنسبه لنا بالنسبه للطفل عشان نقدر نعرف الطفل ده هيبقى عنده probability انه يجيله الرجي ولا لا هي الفاميلي هيستوري. فالفاميلي هيستوري اول ما الاب او الام بيجوا لنا في اول ما البيبي بيتولد او في اول يعني استشاره بالنسبه لنا بعد عمليه الولاده، كل اللي بيبقى مع حضراتكم ان حضرتك بتسال الاب او الام هل حضرتك او حضرتك او الطفل الاكبر كان عنده هيستوري للالرجي ولا لا. السؤال ده بيحل لنا مشاكل كتير جدا جدا جدا، لان زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا 3 كاتيجوري من الموضوع الالرجي سواء كان لو ريسك او ميديوم ريسك او هاي ريسك. لو ريسك يعني الاب والام ما عندهمش الرجي خالص، ميديوم ريسك ان ممكن يبقى الاب او الام واحد فيهم عنده الرجي، وهاي ريسك ممكن يبقى الاب والام عندهم الرجي وممكن يبقى هما الاثنين عندهم ذا سيم تايبس من الالرجي. النوع الاولاني اللي هو اللو ريسك يبقى كده لو الاب او الام ما عندهمش الرجي يبقى بنسبه 15% الطفل اللي هيبقى لسه مولود ده ممكن يجيله الرجي. النوع الثاني اللي هو الميديوم ريسك اللي هو الاب او الام عنده الرجي او الاخ الاكبر يبقى كده بنسبه حوالي 40% الطفل اللي لسه مولود ده ممكن يجيله الرجي. النوع الثالث وده اصعب نوع طبعا ان لو الاب او الام او هما الاثنين عندهم الرجي وذا سيم تايبس من الالرجي كده بنسبه 80% من اطفالنا ممكن يجي لهم الرجي، وده طبعا اصعب نوع. 80% يعني كل 10 اطفال 8 اطفال منهم ممكن يجي له الرجي. طيب في عالم اسمه بيرجمان سنة 1993 عمل كواتشنير. الكواتشنير ده بيسهل لنا جدا الموضوع، ده فيه حوالي 5 أسئلة ممكن نسأل الأب والأم الأسئلة دي، ولو كانت الإجابة على واحد منهم بس بيس يبقى الطفل ده ممكن يجيله جدا الرجي ويبقى الأب والأم اوريدي عندهم الرجي. زي مثلا Have you ever suffered from atopic dermatitis? Have you ever suffered from hives? And so on. لو كانت الإجابة على واحد من الأسئلة الخمسة دي بيس يبقى فعلا كده هم عندهم الرجي، وزي ما احنا اتفقنا لو الاب والام هم الاثنين عندهم ذا سيم تايبس من الالرجي نسبه 80% من الطفل او من الاطفال ممكن يبقى عندهم الرجي. ده الالرجيك مارش طبعا زي ما حضراتكم عارفينه بيقول فيه ان التشيلدرن ويز فود الرجيز اب تو 4 تايمز مور لايكلي تو ديفلوب كونديشن ساتش از اسماتيك اند اذر الرجي. يعني الاطفال اللي بيبقى عندهم فود الرجي بيبقى اكتر عرضه 4 مرات ان ممكن يحصل لهم developmental allergy وممكن يوصل لا قدر الله ان البيبي ده ممكن يجيله ازمه او راينايتس. طيب دي observational study اتعملت على 236 طفل، دي عشان نشوف فيها هل البريست ميلك ليه رول في موضوع الالرجي ولا لا. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان البريست ميلك از ذا بيست، ويا ريت كل اطفالنا ياخدوا البريست ميلك على الاقل 6 شهور اكسكلوسيف، بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين في ستاديز كده اتعملت قالت ان برغم كل التوعيه الكبيره اللي احنا بنعملها وبنقول ان بريست ميلك از ذا بيست وان لبن الام مفيش حاجه زيه سواء في الفانكشن او في التركيب بتاعه وهو افضل حاجه بالنسبه لاطفالنا، للاسف وجدوا ان تقريبا 36% من الاطفال وورلد وايد بس هم اللي بياخدوا اكسكلوسيف بريست ميلك لحد 6 شهور. طبعا دي نسبه قليله جدا، يعني من كل 100 ام 36 ام بس هي اللي بترضع 100% اكسكلوسيف. طيب الترايلز دي اتعملت على 3 جروبس، الجروبس الاولاني هو كان باللون اللبني، ده كانت اطفال بتاخد اكسكلوسيف بريست ميلك بس لمده شهر واحد بس او اقل يعني من شهر. الجروبس الثاني اللي هو كان باللون الفايلوت الاطفال دي بتاخد اكسكلوسيف بريست ميلك من حوالي شهر لمده 6 شهور. الجروبس الثالث اللي هو كان لونه جرين فاتح شويه ده بياخدوا اكسكلوسيف بريست ميلك اكتر من 6 شهور.
وجدوا طبعا ان الاطفال اللي بياخدوا اكسكلوسيف بريست ميلك اب تو 6 مانس وجدوا ان الاطفال دي بيحصل فيهم معاهم ايه، ان البريست فيدنج واز فاوند تو بي بروفلكتد اجينست اتوبيك ديزيز. معنى كده ان كل ما الطفل ياخد بريست ميلك اكسكلوسيف على الاقل لمده 6 شهور او اكتر ده بيقدر بيعمل له بروفلكتد اجينست الديزيز، ومنهم طبعا حاجه مهمه جدا اللي هي الالاش. في كمان استاديز تانية برضو حابب ان انا استعرضها مع حضراتكم، دي اتعملت على حوالي 526 طفل بين تو جروبس. جروبس الاولاني اللي هو باللون الخفيف شويه ده بياخد ستاندرد كاو ميلك فورمولا، والجروبس الثاني بياخد بارشالي هيدرولايزد فورمولا. بارشالي هيدرولايزد يعني البروتين اللي بيبقى موجود فيها بيبقى واي بنسبه 100%. طبعا زي ما حضراتكم عارفين البروتين فيه نوعين، بيبقى فيه واي وكازين. البريست ميلك فيه 60% 60% واي و 40% كازين، بس زي طبعا ما حضراتكم عارفين الكازين هو الالرجين اللي بيسبب موضوع الالرجي. فبارشالي هيدرولايزد دي معناها ان ما فيهوش كازين خالص ويحتوي على 100% واي. الترايلز دي اتعملت زي ما قلت لحضرتك على تو جروبس، الجروبس اللي هو باللون الفاتح شويه ده اللي بياخد ستاندرد كاو ميلك فورمولا، والجروبس الثاني اللي بياخد بارشالي هيدرولايزد فورمولا. وجد ان البارشالي هيدرولايزد واي فورمولا ويز فاوند تو هاف ا لونج تيرم بروتكشن اجينست ذا ديفلوبمنت اوف الرجي. يبقى كده اطفالنا اللي ما بياخدوش اكسكلوسيف بريست ميلك يفضل ان هم ياخدوا بارشالي هيدرولايزد فورمولا، وبالتالي هنقلل الانسيدنس اوف الرجي معاهم. الالجوريزم فور بريفنشن اوف الرجي، في بعض من حضراتكم توزع عليه ورق الالجوريزم ده موجود فيه، والالجوريزم ده كان معمول في الميدل ايست ووافقت كمان عليه الامريكان اكاديمي سنه 2008 والاياكي سنه 2014. الالجوريزم ده زي بروتوكول بسيط جدا، حضراتكم بتبتدي تمشي فيه ستيب باي ستيب مع الاب والام في اول زياره بيجوا فيها بعد ما البيبي بيبتدي يتولد. نبتدي نسالهم او حضرتك تشوف هل البيبي ده هياخد اكسكلوسيف بريست ميلك ولا لا، هل الام عندها لبن كفايه انها تدي اكسكلوسيف بريست ميلك ولا لا. وطبعا يفضل ان هي تبقى عندها لبن كفايه، وطبعا اكيد حضراتكم كلكم بتشجعوا الرضاعه الطبيعيه وبتاكدوا على الامهات ان هم ياخدوا بيدوا اطفالهم اكسكلوسيف بريست ميلك زي ما اتفقنا على الاقل لمده 6 شهور. طيب اذا كانت الاجابه بيس ان الطفل ده ياخد اكسكلوسيف بريست ميلك، يبقى كده احنا بنشجع الطفل ده وبناكد على الام انها تكمل مع الطفل 6 شهور على الاقل ان هو ياخد اكسكلوسيف بريست ميلك. طب لو الاجابه كانت لا، يبقى الطفل ده كده عنده ريسك، عنده ريسك ان ممكن يكون هيجي له لا قدر الله الرجي. طيب بنبتدي نشوف هل الطفل ده عنده هيستوري الاب او الام اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. طيب بنبتدي نسال الاب او الام زي ما اتفقنا كده على موضوع الفاميلي هيستوري، لو الاجابه كانت بيس ان الاب والام كان عندهم فاميلي هيستوري للالرجي سواء كانت كاو ميلك بروتين الرجي او ازماتيك او راينيتس، خلاص كده ما بيبقاش للطفل ده حل لو ما بياخدش اكسكلوسيف بريست ميلك انه لازم ياخد بارشال هيدرولايزد فورما. طيب لو الاجابه كانت نو ان الطفل ده او الاب والام دولت ما كانش عندهم هيستوري للالرجي، يبقى كده خلاص حضرتك ممكن تديله يا اما الاكسكلوسيف بريست ميلك، لو ما فيش هتضطر حضرتك تديله ستاندرد فورمولا عاديه جدا اللي حضرتك ممكن تكتبها له سواء الابتاميل او غيره، دي طبعا بتبقى راجعه لوجهه نظر حضراتكم. يبقى كده الطفل جنه. نبتدي نشوف الفاميلي هيستوري بتاعه، الفاميلي هيستوري زي ما اتفقنا هو اهم حاجه، جاست بس اللي احنا بنسال الاب والام، حد فيكم جاله قبل كده اي تايبس من الالرجي؟ والاسئله موجوده زي ما انا عرضتها على حضراتكم. طيب هنا بقى بيجي الرول بتاع الابتاميل اتش اي. ابتاميل اتش اي بروفايد دبل بروتكشن فروم ايرلي بريفنشن اوف الرجي. الابتاميل اتش اي في حاجتين احنا بنتكلم فيهم مع بعض، ان هو بارشال هيدرولايزد بروتين زي ما اتفقنا ان البروتين بيبقى واي وكازين. الابتاميل اتش اي فيه 100% واي ما فيهوش كازين خالص، لان احنا اتفقنا الكازين هو اصلا اللي بيسبب الالرجي. فبما اننا بندي للبيبي بارشال هيدرولايزد واي كده هنعمل الرجي بروتكشن. تاني حاجه في الابتاميل، وده المين كونسبت اللي موجود في الابتاميل سواء ابتاميل 1 ابتاميل 2 ابتاميل 3 او الابتاميل اتش اي، ان احنا عندنا بيتنت ميكشر من البري بايوتكس. احنا عندنا بيتنت ميكشر، عندنا براءه اختراع في البري بايوتكس اللي موجود في الابتاميل، مفيش حد في الماركت خالص عنده ولا الكونسنتريشن ولا الكومبوزيشن اللي موجود في الابتاميل. البري بايوتكس اللي موجود في الابتاميل هو عباره عن كونسنتريشن بتاع 0.8 جرام لكل 100 مللي، ودي اقرب حاجه بالنسبه للبن الام. طبعا زي ما حضراتكم عارفين البري بايوتكس موجود في لبن الام، كل الامهات عندها بري بايوتكس، النسبه بتختلف من 1 ل 1.2 جرام لكل 100 مللي. الابتاميل في 0.8 جرام لكل 100 مللي، ودي اقرب نسبه. كل الالبان اللي موجوده في الماركت ما عدا دانون ميكشر نسبه البري بايوتكس اللي موجوده فيها اقل من كده، يا اما 0.2 يا اما 0.4. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل ما التركيب بتاع الانفانت فورمولا اللي احنا بنكتبها كل ما بيقرب جدا جدا لبن الام، كل ما الحد كبير بيدي نفس الايفكت اللي بيديه لبن الام. احنا بنقول
فيش حاجة زي لبن الأم طبعا، دي هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما بنكرر دائما ياريت كل الأمهات يدوا بريست ميلك. لكن لو لا قدر الله ما فيش لأي سبب حضرتك خلاص ارتقيت ان لازم البيبي ده ياخد انفانت فورمولا، فبتحاول دائما تقرب من الفورمولا اللي بياخدها اللي هي الفورمولا البريست ميلك. أقرب حاجة بتبقى موجودة في الكومبوزيشن والكونسنتريشن بتاع البريبيوتك هي الأبتامين. احنا اتفقنا ان الكونسنتريشن قلنا 0.8 جرام لكل 100 ملي بلس الكومبوزيشن بتاعه. البريبيوتك اللي موجود في الأبتاميل هو عبارة عن جالاكتوليجوسكرايدز لفراكتوليجوسكرايدز نسبة 9:1. كل البريبيوتك اللي موجودة في الماركت يا إما بيبقى جالاكتوليجوسكرايدز بس اللي احنا بنختصرها بنقول عليها جوس، أو فراكتوليجوسكرايدز بس اللي احنا بنختصرها بنقول عليها فوس. دانو الميكشر هو الميكشر الوحيد اللي موجود في الماركت اللي بيحتوي على الاثنين مع بعض، اللي هو الجالاكتوليجوسكرايدز الفراكتوليجوسكرايدز بنسبة 9:1. وده ليه؟ عشان برضه أبقى أونست مع حضراتكم، البريبيوتك اللي موجود في البريست ميلك هو عبارة عن جالاكتوليجوسكرايدز فقط لا غير. طب احنا ليه بقى حطينا عليه الفراكتوليجوسكرايدز طالما انه مش موجود في البريست ميلك؟ لان الشركه وجدت عندنا ان مستحيل نوصل بشكل الجالاكتوليجوسكرايدز الموجود في لبن الام، فحاولنا ان احنا نعمل ميكشر من الجالاكتوليجوسكرايدز الفراكتوليجوسكرايدز عشان نقرب من الشكل بتاع البريبيوتيك اللي موجود في البريست ميلك، وبالتالي هندي نفس الفانكشن اللي هو بيديها له. كلير كده النقطه دي مع حضراتكم؟ كمان الابتاميل بيحتوي على زي ما قلنا البيتا انتميكشن بريبيوتكس، وفي ال سي بيز والنيوكليوتايد. يبقى كده احنا بنعمل سترونج الميون سيستم بتاع الطفل، وكده كمان احنا بنعمل الفيجوال والمنتال ديفلوبمنت اللي الطفل بتاعنا بيبقى محتاجه. اخر ترايلز برضو حابب ان انا استعرضها مع حضراتكم على الابتاميل اتش اي. دي ترايلز اتعملت على تو جروبس، الجروبس اللي هو باللون الفايلوت ده بياخد بارشل هيدرولايزد فورمولا اللي هي الابتاميل اتش اي، الجروب الثاني بياخد ستاندرد فورمولا اللي هي حاجه غير الاتش اي تماما. اتوجد فيها ان البارشل هيدرولايز فورمولا ريديوس ذا انستنس اوف كاو ميلك بروتين الرجي، وده برضو بياكد معانا ان لو الطفل ما بياخدش اكسكلوسيف بريست ميلك يفضل ان هو ياخد بارشل هيدرولايز فورمولا حاجه زي الابتاميل اتش اي عشان يقلل الانستنس اوف الرجي. اخيرا انا حابب استعرض مع حضراتكم البورتفوليو بالنسبه للابتاميل اتش اي. الابتاميل اتش اي في منه ابتاميل اتش اي 1 وابتاميل اتش اي 2، الاثنين دولت موجودين في الجلف في كل الدول العربيه وفي العالم كله. عندنا هنا في مصر فيش غير ابتاميل اتش اي 1 فقط لا غير، 1 اللي هو طبعا بيرمز للفتره اللي هي من 0 دايز ل 6 مانس. ان شاء الله قبل نهايه السنه هيبقى الاتش اي 2 كمان افيلبل باذن الله، بحيث ان احنا نقدر نغطي الفتره الثانيه من حياه البيبي اللي هي من السبع شهور لغايه السنه. دولت بيستخدموا از بريفنشن، احنا بنحافظ على الطفل قبل ما يخش في مرحله التريتمنت، لانه لو لا قدر الله احتاج ان احنا نديله تريتمنت هيبقى قدامه حل من الاثنين، يا اما ابتاميل بيبت جونيور وده لسه مش افيلبل في مصر، هو افيلبل بره بس، وده هينزل على 1/1/2018 باذن الله، او لا قدر الله لو حاله سيفير، حد شايف ان الحاله سيفير والبيبت جونيور مش هيبقى افكت بالنسبه لها، لان البيبت جونيور ده الحالات المايلد والمودريت فقط لا غير. لو الحاله سيفير كده برده حاجه هتبقى مضطر ان حضرتك تديله حاجه زي نيوكيت، ونيوكيت برده يتبع شركه دانون. بس زي ما احنا اتكلمنا في الاول ان البريفنشن بيتر ذان تريتمنت، لو احنا حمينا اطفالنا من البدايه وما عملناهمش اي بردن بالذات بردن فاينانشال، الابتاميل اتش اي سعره 90 جنيه حاجه زي النيوكيت، وهو برضو قلنا برودكت يتبع لشركه دانون ثمنه 250 جنيه، فطبعا الفرق كبير جدا جدا جدا. كل ما بنعمل بريفنشن من بدل للطفل، لو حضراتكم ارتقيتوا اللي احنا محتاجين نديله حاجه از بريفنشن، يبقى الابتاميل اتش اي هو الفيرست تشويس بالنسبه له. ابتاميل اتش اي سعره 90 جنيه حاجه زي النيوكيت سعرها 250 جنيه، فطبعا الفرق كبير قوي قدام حضراتكم. في النهايه كده انا عرضت لحضراتكم البورتفوليو كله بالنسبه للابتاميل اتش اي، بذكركم بقيه البورتفوليو بالنسبه للابتاميل. احنا عندنا ابتاميل 1 بيبقى من 0 دي ل 6 مانس، وابتاميل 2 من 7 مانس لغايه سنه، وابتاميل 3 من سن سنه لغايه 3 سنين، كلهم المكيال بتاعهم بيبقى على 30، وطبعا هم افيلبل في الماركت كله. في بعض من حضراتكم برضو توزع عليه البرايس ريدكشن، لان شركه دانون عملت برايس ريدكشن لكل الفورمولا اللي موجوده عندها. الابتاميل 1 وابتاميل 2 وابتاميل 3 سعرهم 75 جنيه، والابتاميل اتش اي سعره 90 جنيه، طبعا ده في كل الصيدليات. انا كده خلصت، ولو في اي سؤال عند حضراتكم تحت امركم. هو بس السؤال اللي بيفرق ايه عن اتش اي والنيوكيت؟ هقول لحضرتك الاتش اي 1 والاتش اي 2 دول بريفنشن، بيتاخدوا اصلا قبل ما الطفل يجي له الرجي. الاولاني ده بيبقى بارشل هيدرولايز، البيت جونيور ده بقى اكستنسيفلي هيدرولايزد، الثالث لا الاتش اي ما فيهوش غير 100% وي بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي. بص حضرتك لو هتبص كده على الرسمه هتلاقي مثلا المولكيولز في الاتش اي قريبه جدا 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 لبعضها، البيت جونيور المولكيولز بتبتدي تبعد اكتر،
اللي هي اخر حاجه اللي هو النيوكليت الموليكولز بتبقى بعيده عن بعضها، هو اصلا ما بيبقاش فيه بروتين، بيبقى امينو اسيد. بالظبط كده. يعني ده على هو ده اللي بيساعدهم اقل شويه. بالظبط كده. بس طبعا النيوكليت ما بيبقاش اصلا فيه بروتين خالص زي ما قلت لحضرتك، بيبقى فيه امينو اسيد. شكرا جدا جدا لحضراتكم، واتمنى لكم يوم سعيد كده باذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني كده؟ ايوه. طيب دلوقتي احنا هنبتدي هنعمل البراكتس بتاعنا. تعالى انت الناحيه دي بقى كده، تعالى دي هنا. طيب البراكتس بتاعتنا اول حاجه هنبتدي، انا دخلت دلوقتي على نيونيتال هيلث. انا طبعا ببقى قاعده مع المهندس بتاعي بتاع الجهاز وبعمل اوبتمايزيشن وست. بعمل البريسيت بتاعتي وبظبط الجهاز ان انا يطلع لي احسن كواليتي للايمج بتاعتي في النيونيتال هيد. تمام. وبعدين هبتدي امسك المفروض البروب. انا قبل ما امسك البروب المفروض انا البيبي ده بيبقى في انكيوبيتر، انا بعمل استرلايزيشن لايدي، ببقى زيكم تماما زي كانكم انتوا بتشتغلوا، بعمل استرلايزيشن لايدي. وببتدي ببقى انا استرايل خالص وابتدي اعمل استرلايزيشن للبروب بتاعي. لسه الدكتوره قايله لي القصه دي ان احنا هنقدر نعمل استرلايزيشن للبروب، هنقدر ولكن عمر البروب هيروح مني بدري. فعشان انا اعمل القصه دي اعمل ايه؟ استخدم جلافز بين كل بيبي وبيبي، واحط كميه جل كويسه قوي واحط عليه الجلافز، واحط ايه وابتدي جل تانيه وابتدي اشتغل. تمام. انا طبعا هنا هشتغل لان البيبي ده مش محطوط في انكيوبيتر ولا حاجه، فهشتغل عادي. المفروض ان احنا بنشتغل بايه؟ بسيكتور بروب وباللينير بروب. السيكتور بروب ممكن نستعين عن السيكتور بروب بالبروب بتاع الايكو. بيديني برضو بيقل طبعا الريزوليوشن شوية ولكن بقدر اشتغل بيه، وده اللي انا هشتغل بيه دلوقتي وحوريكو القصة ازاي اللي احنا شفناها مع بعض. يبقى اول حاجة انا زبطت البريسات على النيونيتال هاد عشان احصل على احسن ايمج، ودلوقتي هبتدي اشتغل. فين البروب يا سيدي؟ كده هو دخلنا على البروب. امسك بقى وهشتغل من الانتيريور فونتانيل. تمام. الويندو بتاعي غطيه يا حبيبتي، غطيه. يبقى انا دلوقتي هشتغل من الانتيريور فونتانيل. البروب بتاعي لازم اللي هو ادي النوب بتاعته، ادي ناحيه ايه اليمين بتاعي. تمام. اوكي. يبقى انا هشتغل اهو وهمسك ايدي من الانتيريور فونتانيل وابتدي احطها عليه. ادي الانتيريور فونتانيل، افتح بقى افتح شويه اهو. واضحه عندكم ولا مش واضحه؟ ها واضحه. انا ده اول بلين، كل ما يبقى ايدك مظبوطه كل ما يبقى الايه الدنيا كويسه. انا اول بلين اهو اللي هو قبل الباتمان كمان. ها ده كده باتمان، كل ما ابقى لقدام اول واحد اهو ده الباتمان اللي هو فيه ايه قلنا ايه انتوا اللي هتقولوا لي قلنا فيها ايه؟ ها في ايه؟ فين عايزه اطلع لي بتاع ده؟ بص ده ايه؟ ده الفرونتال لوب. ها الاثنين اهم شايفينهم، وادي ده الاوربت. ها ده ايه اسمها؟ باتمان ويندو، صح كده. طبعا البيبي بيتحرك، انا بحاول احرك بايدي تاني واظبط ايدي تاني. وادي الايه المنظر اللي انتوا شايفينه اهو، ده ايه؟ مين اللي هيقول لي ده ايه؟ الانتر هيمسفيريك فيشر، صح؟ ها طيب هنبتدي نروح فين؟ لورا. هيبتدي يبان لي ايه؟ بوستيريور. يبقى انا الانجوليشن الاولانيه كانت لفين؟ انتيريورلي. تمام. عشان يبان لي ايه؟ الفرونتال لوب، ويبان مين؟ التامبر اللي هو قصدي الاوربت. تمام. اللي هو الباتمان اللي انا قلت لكم عليه. هنبتدي نروح بقى لورا ها عشان يبان ايه اهو. بحاول كل ده اظبط الجهاز صح عشان احصل على ايمج حلوه. تمام. احسن سيتنج ايه؟ الابدومين ونختار فوق. احسن صوره. طيب خلينا كده. مفيش لا في بس هو مش واضح قوي.
افطار البروف ده فوق ال ماشي اوكي افطار البروف ده اصله العصر كتير. طيب اوكي حضرتك بقى افتح ال التي جي سي ايه التي جي سي ده فين؟ طيب ايوه كده ماشي اهو شوفوا قد ايه خدنا عشان نظبط الجهاز. شوفوا المنظر اللي احنا عملناه ده هو ده اللي انت المفروض تعمليه في كل حاجه. هبتدي تاني ده البلين الاولاني ده ايه ادي الفرونتال وادي ايه وادي ادي ده الاوربيتال تمام. هبتدي اروح لورا هيبتدي مين اللي يبان عندي مين اللي انا قلت لكم هيبقى باين ايوه الانتيريور هورن وايه والكوربس كالوزم صح. وبعدين بعد كده في هنا طبعا كيفان سيبتم بليوسيدم تمام والساب ابندايمال هتبقى واضحه جدا مين اللي ابتدى يبان هنا السيلفيان فيشر وبعدين بعد كده ابتدى يبان مين السيرد فنتريكل صح اهو شايفينه وبعدين ابتدى اهو مور كمان باين اكتر صح يبقى ده السيرد اهو وده هنا الفورامين اوف مونرو والقصه دي والسيلفيان ابتدت ايه تبقى واضحه اكتر صح. ابتدي اعمل انجوليشن زياده هيبتدي يحصل ايه اهو 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 ايه اللي حصل شفت ايه كورويد بلكسس ومين واللاترال فنتريكل صح ها. وبعدين ابتدي اروح لورا هيحصل ايه هيبان مين الاوكسيبيتال لوب صح كده. يبقى هنبتدي نعيد تاني من الاول. البيبي طبعا متضايق مني وخلي بالكم ان انتوا ما تضغطوش الضغط على البيبي مش صح يبقى لازم ايدك هتبقى خفيفه خالص ها. وهنبتدي تاني من الاول هتقولوا انتوا اللي هتقولوا لي مش انا اللي هقول. انا جايه دلوقتي اهو انتيريورلي وحطيت الجل كويس ومثبته ايدي وبفتح اهو القصه وادي اهو بنبص يبقى هنا بشوف ايه ها ده ايه الباتمان صح وده ايه ده اللي هي الفرونتال لوب وده الاوربت. هنبتدي نروح لورا يبتدي مين اللي يبان ورا اهو مين اللي باين اللي هو ايه الانتيريور هورن بتاع اللانترال فنتريكل ومعاه الكوربس كالوزم والكيفم سيبتم بليوسيدم. هبتدي اروح مور بوستيريور هيبقى في مين في ادي السيرد فنتريكل والسيلفيان فيشر بانت صح. نبتدي نروح زياده لورا هيبقى في مين كورويد واللاترال فنتريكل ها مور لورا هيبقى ايه هيبقى في كده. بعمل طبعا كل شويه اعمل الجهاز وافتح واقفل ده في ايدي مفيش عندي مشكله. هنسيبه شويه عشان حبيبي بيعيط وبعدين هنبتدي نعمل الساجيتال. في اي سؤال في الكرونال يبقى الكرونال بلينز عندنا اللي هي الفرونتال اللي هي بنشوف اللي هو الباتمان وده بيوريني الفرونتال لوب. هبتدي اروح مور بوستيريور هيبتدي يبان الانتيريور هورن والسب ابندايمال ريجن وبعدين ابتدي اروح مور بوستيريور هيبتدي يبان الثيرد فنتريكل بالفورامين اوف مونرو والانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل والسيلفيان فيشر. هبتدي اروح مور بوستيريورلي هيبان الكورويد بلكسس واللاترال فنتريكل مور بوستيريورلي هيبقى عندي الاوكسيبيتال ريجن في الناحيتين لو ان فيها اي مشكله تمام ها. هبتدي اعمل دلوقتي الساجيتال فيو. الساجيتال اول حاجه قلنا هنظبط ايدينا في ايه في الميد ساجيتال صح كده باينه يا هاني اهي ادي المنظر شايفين يا ولادي ادي هنا ده الايه ده الكوربس كالوزم وحته من اللاترال فنتريكل وبعدين ادي عندك هنا الكورويد بلكسس اهي جايه من قدام من ورا لغايه قدام. في مين هنا ده السلاماي وده الكوديت صح ده مين كودو سلاميك جروف شايفينه ها شايفين الكودو سلاميك جروف. وبعدين في بعد كده المنظر اللي هو مين ده الايه ثيرد فنتريكل صح وهننزل بقى تحت هيبقى مين الفورث فنتريكل بالفيرمكس تحت. شايفين القصه دي ولا مش شايفينها ها واضحه ولا مش واضحه ها مش واضحه اهو ادي هنا عندنا ايه ده ايه ده ايه دي دي ايه دي الكورويد وده ايه لاترال فنتريكل وده ايه ها كوربس كالوزم. طيب ها في ايه بقى فين الثيرد
الثيرد فنتركل فين؟ اهو باين اهو يا اولاد. وبعدين بعد كده هننزل لتحت، ده مين؟ ده الفورس وده الفيرمكس. تمام؟ باين ولا مش باين؟ ها باين يا هاني ولا مش باين؟ قول لي. وبعدين بعد كده عندنا هنا في اللي هما قلنا الكودو سلامك جروف اللي هو بين الكوديت وبين السلاماي، وده اللي بتشوفي فيه لو هنا في سب ايفندايمال هيمرج هيبقى فيه هنا ايكوجينيك بصه. تمام يا ولادي؟ شايفين؟ ها واضح؟ هنجيب بقى اللينير بقى. هفتح بالمره هنا عشان تشوفوا اللي هو المنظر اللي انا وريته لكم اللي هو بتاع ال الدوبلر. ادي الدوبلر كلر، ده الانتيريور، ده الانتيريور سيريبرال ارتري الاي سي اي. وادي لما اعمل كده اهو ده بيبين لي ايه؟ ده بيبين لي ادي الدايستول وادي السيستول. واقدر اعمل الريزيستيف اندكس لما اعمل فين الميجرمنت؟ كاليبر. ادي اهو، ادي اهو طالع 0.7، يبقى ده ويذ النورمال والمنظر كويس. انا من قبل ما اعمل ال 0.7 انا عندي لو ريزيستنس فلو وهاي دايستول وباين ان ده ويذ النورمال. تمام؟ يبقى تاني هنعمل انا ما عملتش بقى بقيه البلين، يبقى عملت اللي هو المنظر اللي هو الاساس بتاعنا اللي هو قلنا الميت ساجيتال، وبعدين رحنا للبارا ساجيتال ها عند كليفت ورايت، وبعدين رحتي قوي اللي هو قوي قوي اللي هو ايه عشان يديك البارايت. خلاص ده البارايتال اهو لوب، والسيلفيان طبعا باين، ادي ده السيلفيان اهو وده البارايتال لوب. اذا كان في اي حاجه اي ابنورماليتي هتشوفيها هامرج كالسيفيكيشن وات ايفر اللي فيه هتبقى باينه وتبقى واضحه. هتروحي للناحيه الثانيه تاني ونبتدي نعمل نفس اللي احنا عملناه، هنبتدي نعمله برده ميت ساجيتال بارا ساجيتال، وبعدين خالص لا لما نعمل كده خالص انجليشن قوي يبقى انا وصلت لايه؟ للرايت بارايتال لوب والتمبرال طبعا والسيلفيان فيشر والقصه دي. تمام يا اولاد؟ ادي اهو المنظر اهو تاني. تمام؟ ادي اهو ده الميد ساجيتال. باينه كده يا هاني؟ طيب وبعدين اهو كده. وبعدين بعد كده خالص اللي هو البارايتال، وده في اللفت وده في الرايت. تمام؟ بعدين في حاجات اللي هي الزياده اللي هي الماستويد والتمبرال. الاول قلنا التمبرال عشان نشوف البرين ستام. ادي السيركل اوف ويلز وبيطلع قدامي مين؟ اهو ده مين اللي طلع قصادي؟ ها ده ايه اللي طلع قصادي ده؟ ها ده الميدل سيريبرال. ولما بشوف حاجه ابنورماليتي في الاي سي اي لازم اعمل الام سي اي، لان الام سي اي ده مور سنسيتيف عن الايه؟ الاي سي اي. ده بالشغل بتاعنا لقينا القصه دي ان الام سي اي طبعا بيبقى مور سنسيتيف عن الاي سي اي. ادي هنا بظبط، بحاول اظبط الويف بتاعتي اهو، وبحاول انزل كمان بالبيز لاين اهو عشان يديني ويف اقدر اقيسها واقدر اعمل الريزيستيف اندكس بتاعتي. ادي الكاليبريشن وادي كده وبوصل كده وبعمل كده، يبقى ده طلعت اهي 0.7 او 6.5 وده within normal. يبقى ده التمبرال اللي احنا قلنا لكم عليه. طيب في بقى الماستويد عشان اقدر اوصل للسيريبيلا اهو، شايفين المنظر اهو؟ ادي ده السيريبيلا وده عندي اللي هو ادي الفورس فنتريكل وعندي السيسترنا ماجنم والفيرمكس، وادي اهو المنظر اهو ده الفورس وده الفيرمكس وده البوس سيريبيلم لوب. شايفينه؟ شايفين اهو؟ وانتم مجوعينه ولا ايه؟ ها امال ايه؟ ادي السيسترنا ماجنا ما هي شايفينها يا اولاد، وادي ده السيريبيلم. اي باثولوجي فيه اذا كان فيه كالسيفيكيشن او فيه هيمرج او كده بيبان، وده الفورس فنتركل وده الفيرمكس وده السيسترنا ماجنم. تمام؟
يبقى ادي ده المنظر بتاعنا اللي احنا شايفين، ده الماستويد وده التمبرال وده كذا. هنبص بقى على اللي احنا شفناه تاني بالايه، باللينير بروب. يبقى احنا كنا قلنا السيكتور ده عشان ايه؟ عشان يبقى جود بينتريشن، وبيبقى الريزوليوشن بتاعته قليله شويه. بعمل دايما اللينير بروب عشان ااكد المعلومه اللي انا شفتها. فبعمل اهو برضو من الانتيريور فونتانيل، برضو النوب بتاعتي ها بتبقى الناحيه دي، ودايما لفوق، لا اما انتيريو لا اما للناحيه دي، تمام. وبعدين بمسج البروب على على الانتيريور فونتانيل بتاعته، واظبط ايدي اهو، شوفي اجمل ازاي والريزوليوشن حلوه ازاي، واقرب بقى بحيث ان انا اشوف السب ابندايمال بقى واضحه جدا اهي قصادي، شايفينها؟ شايفين المنظر غير التاني. التاني اداني ايوه صوره كامله لغايه تحت، ولكن الريزوليوشن لاس. هنا بقى الريزوليوشن اعلى كتير، لكن مش مديني للديبر ستراكشر. انا عندي مهم قوي في البريماتيور الحته السب ابندايم، فانا بحب ابص عليها بالده اهو. ادي الكوربس كالوزم، ادي المنظر اهو، والكيفم سيبتم بيليوسيدم والانتيريور هورن. وبعدين ابتديت بقى اروح لورا، ابتدى الانتيريور هورن يبان اكتر، وابتدى اهو الثيرد فنتركل كمان باين معايا، والفورمن اوف مونرو، تمام. اهم حاجه ايدك تبقى لازم توسطنيها، يعني لازم اشتغل اولا ايدي حطاها على البيبي عشان اقدر ان انا ابقى متحكمه في البروب ها. ودي زي دي، يعني انا دلوقتي جبت دي مره واحده ودي مره، لا ما ينفع. المفروض ان احنا احلى حاجه تجيب الاثنين مع بعض. ادي اهو، يبقى ده الكوراي، ده هي باينه الاثنين مع بعض، شايفينها؟ ومور بوستيريور يبقى هروح لمين؟ لي اللي هو الاوكسيبيتال لوب. ولو عملت الساجيتال، الساجيتال جميل قوي. ادي المنظر اهو اللي انا وريته لكم، شايفين حلو ازاي؟ شايفين واضح ازاي؟ بقول لكم سحر اللي هو اللينير ده في الاطفال، جميل جدا جدا. المنظر اللي انتوا بقى ما كنتوش شايفينه ابقى واضح هنا. قول بقى يا سيدي، ادي اهو ده ايه؟ ده الكوربس كالوزا ما هي، وده هنا ايه؟ ده اللاترال فنتركل. ده مين؟ ده الكورويد اهي، جايه من قدام لغايه ورا، وبتيجي هنا بتبقى انتيريور لكده. قدامها مين؟ الكودو سلامك اللي هو هنا ايه؟ ده السلامس، وده الكوديت ها؟ في هنا ايه؟ لا هنا، ايوه. وهنا ده مين؟ ده الفورس، وده مين؟ الفيرمكس اللي هو بتاع الايه؟ السيريبيلم. شايفين واضحه ازاي يا اولاد؟ هنا واضحه طبعا احسن كتير من الايه؟ البروب التاني. لما جيت فتحت اهو عليه، ادي اللوبينج اللي انا بقول لكم عليه اهو، المنظر بتاع الام سي اي، تمام. وابتدى ايه؟ يتفرع للبرانشات بتاعته، وبعدين اعمل كده هلاقي المنظر يبان عندي. ادي اهو مديني جميل جدا الاي سي اي، وادي المنظر بتاعنا الحلو اهو. وادي هنقيس، نعمل قياس، ادي الار اي، وادي اهو، وادي اهو. يبقى ده جود بيرفيوجن و 0.7 والامور شكلها كويس جدا. ادي المنظر اهو تاني، وطبعا بروح كده اهو. المنظر اللي انتوا شايفين ده باراساجيتال اهو، شايفين الباراساجيتال؟ شايفين المنظر جميل ازاي اهو؟ وبعدين رحت ايه؟ مور بقى، هيبتدي يبان لي ايه؟ البارايتال والسيلفيان والبارايتال، صح؟ كل ده لو في اي باثولوجي انا هبتدي ايه؟ اخد بالي منه. طبعا بروح الناحيه دي وبروح الناحيه دي وارجع تاني، وانا ما دام خلاص خدت الخبره. شايفين شايفين السلساي والجيراي؟ ده بتاع مين السلساي والجيراي ده؟ ها؟ ايوه السنجوليت. وده بتاع ايه؟ ده بتاع فول تيرم. ده عنده قد ايه يا ماما؟ ما تعرفيش؟ اه بس ده شكله ان هو ايه؟ 38 اسبوع واعلى كمان من كده، خلاص؟ طبعا انا ما اعرفش ايه هو مشكلته، المفروض هم بيقولوا لي المشكله بتاعته عشان احل لهم المشكله، انا ما اعرفش هو البيبي ايه، بس واضح ان هو ستيبل نورمال وما عندوش اي مشكله خالص. خلاص؟ ايه؟ حاضر اهو. اهم حاجه اعمل برده كده عشان ابقى لفوق، دي ناحيتي اهو، وادي هروح فاتحه تاني اجيب، ادي اهو المنظر. ده انا جبت كده المنظر اهو، شايفينه اهو؟ ها ده السب ايبندايمال اهي، والانتيريور هورن، والكوربس كالوزم، وكيفم سيبتم بيليوسيدم، تمام. وبعدين ابتدي اروح جايه كده اهو، ادي هنا فين هنا؟
ادي هنا ده الثيرد فينتريكل والفورامن اوف مونرو، شايفينها؟ شايفين الثيرد فينتريكل؟ ها؟ وادي ده ايه؟ الانتيريور هورن بتاع اللاترال فينتريكل، وبعدين هبتدي انزل لتحت برضو كده. انا مش مظبطه ايدي، لازم ايدي تبقى مظبوطه ان البوس يبانوا مع بعض. يبقى هنا لازم ده اهو يبان مع بعض زي ما انا موريها لكم كده، تمام؟ والبيبي طبعا يبقى ثابت، تحاول تخليه ثابت ما بيتحركش. بعد كده ادي بجيب اهو تاني الميت ساجيتال اللي سالني. مين اللي سال؟ ها ده الايه؟ اهو في هنا جروف كده، شايفينه؟ شايفينه قدام الـ قدام الكورايد بلكسس، شايفينه؟ ده ايه؟ كودو سلامت جروف، تمام؟ اللي هو بين السلاماي وبين مين؟ الكوديت، تمام؟ تحتي مين؟ هنا ثيرد، هنا ده مين؟ ده الفورس، اهو هنبقى كده ده الفورس اللي هو قدامه مين بقى؟ اهو ده الفورس اهو اللي هو قدام هنا في فيرمكس والسيريبيلم والقصه دي، شايفين يا جماعه؟ وده كده فتحنا كده اهو اهو، وده اهو القصه اهي، تمام؟ عايزين ايه؟ ايه اللي انتوا طالبينه تاني؟ ايوه قولوا لي على بالنسبه للنورمال ايه المشكله؟ في مشكله في النورمال؟ نبتدي نعملها تاني ولا ايه؟ الماستويد فيو والتمبرال؟ طيب اوكي. لا استنى. دلوقتي هعمل اللي هو التمبرال فيو. ادي ده التمبرال فيو اهو. السيركل اوف ويلس. وبعدين اللي بيطلع قدامك على طول ده اللي هو الميدل سيريبرال ارتري اهو، شايفين حاجه طلعت اهي قدامي؟ شايفينها؟ ده الميدل سيريبرال ارتري ادي اهو، وادي اداني الميدل. بحاول بقى اظبط في الايه في الجهاز بتاعي ان انا ابتدي اشوف احسن ويف، وانزل البيز لاين شويه واشوف احسن ويف. طبعا دي ويف عاديه اللي هي بيبقى فيها لو ريزيستنس فلو، تبقى هاي دايستول، ها؟ وبيبقى السيستول زي ما انتم شايفينه. وممكن اقيس الريزيستيف اندكس، ممكن اعمل كمان كده اظبط ايدي واجيب كل السيركل اوف ويلز بتبان قدامي اهي زي ما انتم شايفينها كده، شايفينها؟ ولو في سيستك هنا تشينجز ولا حاجه وفتحت عليه اهو بيبان طبعا اذا كان في فين اوف جالن ولا حاجه، لكن هنا ما فيش، ده نورمال طبعا، بيبي نورمال. وده بتشوف ادي السيركل اوف ويلز اهو، وادي كده المنظر اهو، وادي اللي طالع لي ده على طول ده الميدل، شايفين اللي طالع على طول من التمبرال ده الميدل على طول، ده المكان اللي تقيسي فيه منه الميدل سيريبرال ارتري. مقتنعين بالقصه اهي؟ شايفينها كويس؟ بس بعد كده هنخش على الماستويد فيو. الماستويد فيو طبعا كل ده مش صح ان انا اقعد بالبيبي فتره طويله كده، كل ما تبقي رابيد اكزامينيشن وتخلصي بسرعه كل ما يبقى احسن، عشان البيبي لازم تبقي ايه تحافظي عليه وتحافظي على التمبريتشر بتاعته عشان هو جوه انكيوبيتور. ادي ظبطت ايدي اهو بحيث السيريبيلم اهو باين. طبعا ممكن اجيب كده الناحيه دي بس انتوا مش هتفهموها اللي هي كده اللونجيتيود ده احلى فيو، المنظر اللي احنا شايفينه وهو ده اللي بتطلعي منه كل حاجه. ادي المنظر ادي اهو، ادي ده الفورس فنتريكل، ده الفيرمكس، دول السيريبيلم الاثنين سيريبيلم، وفي كمان بتبان اللي هي السيستورنا ماجنم بتبان المنظر ده. ولو في طبعا اراكينويد سيست بيبان، لو في داندي ووكر كل الامور دي بتبان، لو في كالسيفيكيشن بيبان، لو في هامرج بيبان، كل الامور دي بتبان في الايه في الحاجه الباثولوجيك. اي سؤال؟ امسحي له يا حبيبي، امسحي. اي سؤال؟ البلينز اخبارها ايه؟ كويسه؟ طيب هنشوف الحاله الثانيه من فضلك. فين الحاله جت؟ ده نورمال ما فيهوش حاجه، بيبي نورمال. ها ده فيه بقى يا حبيبي، ما تشيليش خالص، ما تشيليهوش من حاجته يا ماما.
hydrocephalic changes. كان واضح ده ولا مش واضح؟ ايه؟ ده بسأل طبعا ده فول تيرم بيبي ولا بري تيرم بيبي، ايه المشكلة بتاعته؟ المفروض ان هي بتقول لي الديتيلز بتاعت المشكلة بتاعته. ها انت حافظة مشكلته ولا مش عارفة مشكلته؟ عنده ايه؟ لا لا حطيه في حاجته يا حبيبي، حطيه في حاجته. ايوه كده ودفيه خالص وانا هشتغل. دفيه وانا هشتغل يا حبيبي. دي الحاله اللي احنا شفناها مسك. المفروض ان انا بسأل ان هو ده بري تيرم ولا فول تيرم، ايه الـ يعني الهيستوري بتاعها، هل هي بتشتكي من ايه اللابوراتوري بتاعها، وبالتالي ابتدي اخش اشوف القصه ايه. نفس القصه هنعيد تاني، هنعمل استريلايزيشن لايدينا وهشتغل من الويندو. كل ما اشتغل من الانكوبيتر ويندو ما افتحش كل ما يبقى احسن، كل ما بقى اكسبيرينس بسرعه وخلص بسرعه يبقى ده احسن عشان احافظ على التمبريتشر بتاع البيبي. هنا بقى هنخش على البروب ده كده. اوكي خش على البروب بتاعنا وادي الحاله اللي احنا عرضناها لكم وشفناها. هنخش ده زاد على فكره، ده زاد ادي اهو، وده يتقاس ونشوف اللي احنا قسناه قبل كده قد ايه. ده وصل 24 وده كان 9. ده محتاج لايه؟ لان احنا انترفنشنال وحد نروح للنيورو سيرجن ونشوفه هيعملوا له شانتنج ولا هيعملوا له ايه. انما ده زاد طبعا عن القصه اللي احنا شفناها. يبقى ادي اول حاجه اللي انا بعمله، ادي اول حاجه اهو المنظر البلين اللي احنا شايفينه. شايفين المنظر؟ ها شايفينه؟ ادي ده اول بلين اللي هو باتمان، وادي عندنا الدايليتد فنتريكل تمام. وبعدين ابتديت انزل اهو، ابتدى يحصل فيه ايه؟ في توربيديتي جوه السي اس اف. شايفين ابتدى يظهر ايه؟ لو انتوا شايفين كده ابتدى هنا يظهر ايه؟ في حاجه ايكوجينيك موجوده في البيري فنتريكلر صح؟ ها وجوه في ايه برضو ايكوجينيك ماتيريال. الدكتوره اللي سالتني وقالت لي ده مش شايف، مش قادره افرق بين ان ده فنتريكل ولا في البارينكيما. ده فين يا دكتوره اللي كانت بتسالني؟ ده فين دلوقتي؟ ده بارينكيما. ها ده في البارينكيما صح؟ ها وبعدين في دايلاتيشن، يبقى انا ايه؟ يبقى انا كده جريد 4. ها يبقى في دايلاتيشن وفي الفنتريكل في بلاد وكمان بره في كذا. طيب هنا بقى في توربيديتي اهو، ابتديت اعمل اهو اللي هي البلينز بتاعتي كلها اهو، في توربيديتي فين؟ جوه صح؟ ها وفي اللي هي بنسل لاين ابييرنس كده اللي هي بتبان في الفنتريكل. دي حاجتين، لا فنتريكولايتس ان هو من القصه اللي هي حاجه انفكشن وكذا، لا اما تكون رياكشن في قصه اللي احنا عندنا هامرج والقصه دي. ده كله كلينيكالي هو اللي بيتقال لي تمام. انا عمال ارجع اهو لورا، هو عباره عن فنتريكل كله دايليتد خالص، الانتيريور والبوستيريور والثيرد، وانا ما اعرفش هو الفورس برضو دايليتد ولا مش دايليتد. باين من عندي من هنا ده من دايليتد، بس عايزه اكد المعلومه. يبقى هبص ايه على الماستايد فيو. بس قبل ما امشي لازم ادي اهو عملت كل البلينز اللي انا المفروض قايله لكم عليها اهو، كله بالانجوليشن، كله انجوليشن، كله ادي الانجوليشن الاولانيه اهي تمام. وبعدين ابتديت لورا اهو اهو اهو، ابتدى هنا يبان ايه؟ ستيرد فنتركل شايفينه، وابتدى يبان ايه؟ ها ايوه ايه تاني؟ لا وهنا ايه اهم حاجه دي ايه دي؟ ها دي البارينكيما الهامرج صح. واروح لورا البوستيريور هورن اللي كان دايليتد ابتدى اهو يبان لي بقى كل اللاترال فنتريكل، وورا كمان التوربيديتي واضحه خالص وباينه جدا. وهنا اوت سايد بره بره، في جواه وفي براه تمام. ده السؤال اللي كانت بتساله لي ان انا مش دايما حاسه ان ده انترا فنتريكلر وما هواش في البارينكيما تمام. هبتدي اروح ساجيتال عشان أأكد المعلومة. آدي الساجيتال أهو، هنا إيه بقى؟ مين اللي هيقول معايا؟
ده الايه lateral ventricle من اوله لاخره. ها ادي عندنا الانتيريور وادي البوستيريور، ده في مين جوه؟ كورويد بلكسس، صح كده؟ ها وبعدين في هنا ايه توربيديتي، صح؟ في هنا ايه بقى الايكوجينيك فوساي اللي موجوده فين؟ في البارينكما، صح؟ يبقى ادي المنظر اهو، وبعدين ادي كده، وهنبتدي نروح للبارايتال اهو، ونبتدي تاني نرجع تاني للناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه ما فيهاش غير ايه؟ غير توربيديتي بس اهو، ودايلاتيشن، وما فيش اي حاجه في المنظر اللي هنا، صح؟ هنا انتوا شايفين حاجه؟ في هيمرج هنا؟ ها؟ زي الناحيه الثانيه؟ فين الناحيه الثانيه؟ هنرجع تاني، وادي الناحيه الثانيه، وادي المنظر اللي احنا شايفينه اهو، ادي الهامرج اللي احنا شايفينه. وكمان هعمل ايه؟ هروح فاتحه بقى البروب على الفتحه الدوبلر اهو، ايوه ادي اهو. طبعا ده لازم اقول لهم ده لازم يتدخل. ادي ده هنا هاي، شايفين هاي ريزيستنس فلو، هبتدي اقيس، ادي الريزيستيف اندكس، اطلع كده واقيس. وادي اهو، يبقى او بوينت كام؟ فين؟ 0.8 او 0.9 عالي، الريزيستيف اندكس بتاعتي عاليه، والمفروض يطلع عاليه اعلى من كده، ممكن اظبط اكتر من كده. عايزه السكيل، بص على الابديت تاني. ايوه كده بنت لي احسن عشان اعمل اسسمنت احسن. ادي الكاليبر وادي الريزيستيف اندكس اهي، وادي اهي طلعت برضو 8. يبقى انا كنت مظبوطه، ما فيش فيه مشكله. طيب دلوقتي عايزه اعمل ايه بقى غير القصه دي؟ عايزه عشان اشوف الفورس فانتركل والسيريبيلم لازم اعمل ايه؟ الماستويد فيو، صح كده؟ لقيت الجل خلص، بحط جل تاني عشان الامور توضح لي ويبقى الدنيا واضحه. ادي المنظر بتاعنا، ادي ايه الفورس فنتيكل برضو دايليتد، وكمان كونكتنج بي اللي هو السيستورنا ماجنم، فده داندي ووكر فاريانت ودايليتد خالص، يعني ده ايه اللي هو كوميونيكيتنج هايدروكيفاليك تشينجز، وبرضو تربت برضو، والقصه اللي احنا شايفينها اهي. ادي المنظر اهو اهو، وهنا طبعا ما بحتاجش الدوبلر قوي، انا هنا ببص بس اذا كان الفورس فنتركل دايليتد ولا لا، تمام. وبعدين وادي السورد طبعا باين، وادي البوستيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل باين، وادي الحته اللي هي فيها انترا كرينيال هامرج باينه اهي في الرايت سايد. وبعدين هبتدي احط على التمبرال عشان اشوف اللي هو الميدل سيريبرال، ادي اهو بظبط ايدي اهي، كلها تظبيط ايد انجوليشن عشان يطلع لي الميدل سيريبرال ارتر. اهو ادي بقى اهو، نزود ايه بقى الكالر، بس هيبقى في اليزنج. ادي المنظر اهو اهو، هو ده اللي طالع قصادي ده اهو، فعمل بقى ليزنج جامد. ادي اهو ابتدى يبان ايه، بس مديني هنا نورمال، مش عارفه ازاي مديني نورمال الحقيقه. ادي الريزيس، عشان كده بقول لكم مهم قوي ان احنا نعمل الميدل سيريبرال مع البوستي مع الام سي اي. ادي هنا مدي 0.6، ها الثاني كان مديني 0.8، فلازم اعمل ده واعمل يعني بالاسسمنت بالاثنين، والام سي اي سنسيتيف اكتر على على الاي سي اي، تمام يا ولادي؟ يبقى تاني معلش هعمله مره تاني. وبرده هنا شايفين التوربيديتي اللي باينه في الدايليتد فورس فنتركل باينه واضحه جدا، وهبتدي اعمله مره تاني. هيكون ده البوستيرير، ما هواش البتاع، ما هواش الميدل، هاكد ان ده الميدل اهو، ايوه ايوه طالع ويذ النورمال.
فده يبقى البرفيوجن بتاعي كويس. نعم ايوه ما عملنا كده بس هو وعملنا الابديت ضاغط ضاغط الدنيا كلها خلاص. هنعمل بقى بال اللينير بروب. يبقى ده لازم دلوقتي لازم اقول للكلينيشن ان احنا لازم دلوقتي الهيدروكيفاليك تشينجز بتزيد فدلوقتي لازم يروح يتشوفوا هيتدخلوا ولا هيعملوا ايه. شايفين يا اولاد كده شايفين الاكسترا فنتريكولر واضحه ازاي؟ شايفين في البارينكما اللي هي انترا بارينكما واضحه جدا وابتدت تعمل ايه سيستك طبعا عادي خالص. ده الليكويفاكشن اللي بيحصل في الانترا كرينيال هامرج واضح. التوربيديتي واضحه. المنظر كله واضح قصادي واضح جدا جدا اهو. ولو عملت كده برضو ده اللي هو اللافت لكن ادي ده الرايت اهو. المنظر اللي جوه والمنظر اللي بره واضح شايفينه. شايفين السيستيك تشينجز اللي موجوده في البارينكما ده كان كلها ايكوجينيك فوساي وتحولت طبعا حصل لها ليكويفاكشن وبقت سيستيك تشينجز زي ما انتم شايفين تمام. والتوربيديتي واضحه خالص هنا اهي. وادي برضو الاي سي اي اهو بالبرانشات بتاعته. بعمل اقيس الريزيستيف اندكس برضو. هو مصمم هنا ان هو عالي هقيس برضو. هنحاول نقيس اللي هو من التمبرال بس ما اعرفش اجي. هو بيجاب طبعا احسن بالقصه الثانيه بالبروب الثاني. ده فين ولا ارتري؟ ده شكله فين اهو. يبقى انا بحاول اجيب اللي هو الميدل سيريبرال وطبعا شايفينه افيزد ازاي بالهيدروكيفاليك تشينجز. شايفين المنظر افيزد خالص بالهيدروكيفاليك تشينجز ومنزله لتحت اهو. هو البيبي عمال بيحرك طبعا راسه. المفروض بنثبت راسه بيبقى معايا حد بيثبت راسه عشان انا اشتغل لازم حد يبقى معايا وانا ايه عشان اقدر اسوق الجهاز. الجهاز ده لازم في حد بيحاول يظبطه ويعمله. ادي المنظر اهو تمام اهو. وبحاول اقيس الار اي ادي اهي وادي اهو تمام. طلع 0.7 ده برضو يعتبر عالي برضو للبريماتيور بيبي. ده يعني احنا قلنا بنسمح ان البريماتيور بيبي يبقى عالي شوية ولكن طبعا ده برضو هنا مديني بس الاس سي اي كان اعلى منه. لا المور سنسيتيف هو الام سي اي وهاخد بالام سي اي عن الاس سي اي تمام. يا اولاد في ايه تاني اللي عايزين تسألوا فيه؟ ها ايه تاني؟ البلينز كده كلها احنا خدناها الكرونال والساجيتال وشفنا الابنورمال وشفنا النورمال وشفنا السكتور وشفنا اللينير وعرفنا الفرق بينهم ان بيبقى الريزوليوشن حلو قوي ولكن لاس ديبر والتاني بيبقى مور ديبر بس لاس ريزوليوشن. في اي حاجة تانية عايزين تسألوني فيها؟ تمام؟ طيب طبعا في نهاية اليوم العلمي المختصر ده طبعا عايزين طبعا بنوجه جزيل الشكر للسيدة الدكتورة نيفان طبعا شرفتنا وخدت من وقتها وقعدت معانا من الساعة 11 لغاية الساعة 4 هو يعني يوم علمي دسم. ونرجو طبعا الجماعة اللي ورا لو سمحت صوت نكون كلنا استفدنا. انا قاعد استفدت وتعلمت منها وانتم كزملاء استفدتم كبراكتيكال ابلكيشن. مش هنقدر طبعا نقول الفول اكسبيرينس بتاعه الدكتوره نيفان ان احنا نقدر ناخدها استحاله. ده خبره 30 سنه مش عايزين نكبرك اكتر من كده. طبعا خدنا اللي قدرنا عليه وطبعا ده يدد تكون جاست الانيشيشن والبدايه ونبدا نتعمق مره واثنين وثلاثه وهنتعلم كلنا ان شاء الله. نوجه جزيل الشكر لاختنا وزميلتنا الدكتوره نيفان. بالعكس ده شرفتينا نورتينا طبعا
وان شاء الله يكون التعاون مستمر مش اول مره ان شاء الله باذن الله. وطبعا عايزين الفيدباك منكم، معاكم انتوا كوشنير يا ريت تملوه، اي حاجه فيها ديفكت من ناحيه السبال التنظيم الريجستريشن التايم فاكتور اللي انتوا عايزينه قولوا، واحنا بنعمل اناليسز للداتا دي كلها وبنحفظها على الكمبيوتر، وكل مره بنحاول نتفادى طبعا لان الكمال لله وعمرنا ما هنوصل للطب من اول ولا تاني ولا 10 ولا 20 مره كمان، كل مره كلنا كده بنتعلم، اي حاجه يطلع فيها ديفو في النص بنتفاداها. وشايف ان شاء الله ان كل مره العدد بيزيد، يعني دي رابع ورك شوب نعمله في خلال 3 4 شهور، المره دي اكتر حضور، يعني نسجل لغايه دلوقتي حوالي 64 ولا كام 67 ما شاء الله، يعني حاجة كويسة جدا. المرة اللي جاية هقعد معاكم دلوقتي او نسمع منكم انتوا عايزين ايه، لان حددتوا الحد التاني من كل شهر تقريبا يبقى 10 سبتمبر ان شاء الله، 10 اللي هو الحد اللي بعد العيد، هل يناسبكم من دلوقتي عشان نبقى فيكسد دايما الحد التاني من كل شهر الحج؟ طب بقى هنعمل واحد ولا اتنين يا سيدي مش مشكلة يلحقنا بعدها يعني بعت له الورك شوب في عرفة هناك، 10 يكون رجع، الحج واحد، العيد يوم واحد، يوم 31 الوقفة الجمعة، ما فيش حد يقعد أكتر من 10 أيام يعني، إن شاء الله. تحبوا موضوع، أنا كنت بقترح موضوعين ثلاثة هنعمل دلوقتي ناخد رأيكم، يعني كنت محدد من المرة اللي فاتت البيدياتريك بروسيديورز، النيونيتال بروسيديورز دي حاجة، الموضوع الثاني لما رحنا مرينا في معظم الحضانات، يعني رحنا ثلاث حضانات في بعض الأقاليم لقيت في ديفكت مع بعض الدكاتره وانا قاعد بتناقش معهم عن النيونيتال نيوتريشن والتي بي ان، مفيش خبره براكتيكال خالص، يعني اقول له يا ابني ده 3 كيلو ايه النيوتريشن اللي بتديله الكالوريز والفلويد، واقف مش قادر يعمل. هل تحبوا عايزين نعملها براكتيكال؟ مش هنجيب طفل ونغذي بس هندي امثله، يعني لو عندنا احنا هنشرح البيزك الاول وندي الريكويرمنت وبعدين ندي على هيئه كومنتري، حالة جالك طفل عمره كذا وكذا ووزنه كذا، واحد نورمال واحد مع ار دي اس واحد مع انتراكرينيال هيمولوجي تمشيه ازاي، واحد مع الكترولايت ديستربنس، تحبوا موضوع البيدياتريك بروسي او نيونيتال بروسيديورز كلها بصفة عامة من اول اللامبر بانكشر والتابنج والباراسنتيسيس والكانيولا وسي في بي والامبلايكال كاسترايزيشن وتركيبهم ازاي، ولا تحبوا النيوتريشن والتي بي ان؟ يعني براكتيكال نيوتريشن تي بي، انا محبذها لان ده اللي انتوا بتشوفوه. وجيت يعني برضه اللي كوباس قالوا احسب لي كالوريز، طب الفلويد طب الصوديوم كان مش قادرين يحسبوها، وحاجات سيمبل وبسيطه. يبقى اتفقنا الميتنج اللي جاي عن النيوتريشنال والالكترولايت ديستربنس ولا البيدياتر نيونيتال بروسيديورز؟ اللي عايز النيوتريشن يرفع ايده كده، يبقى خلاص اتفقنا بيه، خلاص موافقه اغلبيه مجلس الشورى ولا مجلس الشعب ان شاء الله. الحاجه الثانيه، في حد عايز برضه زي ما قلت لكم الجاست الانونسمنت اللي احنا قلناه في الاول نعيده من ثاني، الساينتفك جروب بنرحب بكم في اللي فيه دكتور بيقول طب لو في حاله وعايزين نعمل كومبينيكيشن ماشي، ابعت الحاله والداتا بتاعتها وصور والدكتوره نيفال معانا هتدخل معانا نعمل لها كذا ولقينا كذا والمانجمنت ايه، احنا ما بنحطش الكيسز دي امتحان لان في بعض الناس بتحط حالات تمتحن، لا احنا عايزين براكتيكال، وصوروا لنا الحاله وصوروا الفايندنج فيها، عندك اكس راي بعتها كرينيال سونار بعته ام ار اي، وانا طبعا مع دكتور نيفان ممنوع السي تي في النيونيت لان لو تعرفوا الهازرز بتاعته 1 سي تي تساوي 250 اكس راي اكسبوجر، ودي عامل هنا محاضره الاتروجينيك كومبليكيشن اللي احنا سبب فيها من ضمنها راديولوجيكال، عشان كده الام ار اي يا دكتوره لو سمحتي سايتوك، احنا عمالين نقول ايه، نفسي نتعلم كلنا الالتزام، نسمع نستفيد، عايزة تسأليه بحاجة اسألينا احنا احنا نرد. ماشي والله كاتبين في الريكومنديشن، رحنا اربع وحدات كلهم عندهم ديفكت، كاتبين في كل الوحدات والجمعية الرئيسية، وقلنا لازم يوفروا لنا كرينيال سونار في كل وحدة لان في حاجات حصلت فيها مورتاليتي، احنا عاملين مورتاليتي وموربيديتي ميتنج كل شهر ونلف على الحضانات اللي فيها اكبر مورتاليتي كلها بسبب عدم توفر الكرينيال الالترا ساوند ديفايس اللي مش موجود، وكتبناه وكتبنا توصيه واترفعت للجمعيه بحيث هتتصل بالمحدات اللي ما عندهاش للناس المسؤوله يوفروه جمعيه تساعد من غير انت ما تقول، وطلبنا الايكو البورتابل، الايكو البورتابل الايكو صعب ان يجي لانه مكلف جدا، بس لو كل محافظه يبقى فيها جهاز
ممكن يتنقل. وطلبنا الاسعاف المتنقله لسياره اسعاف لكل مخلص، يعني من غير انتوا عارفين المشاكل اللي بتقابلكم ايه، لان طبعا مش هنحملكم انتوا كاخصائيين وتشيلين كل المشكله او كل السبب، لا، في اكويبمنت مش موجوده، هتعمل ايه بحاله جايلك تيرمينال ولا فيتال ولا باد بروجنوس ولا حاجه، يبقى لازم نساعدكم برضه. ماشي، في اي استفسار تاني؟ الكلينيكال والجروب تبقى لما تبعتوا حاله بفول داتا، الهيستوري بتاعها والبروجريس بتاعها والانفستيجيشن اللي اتعملت ايه، واحنا نتشاور مع بعض ديفرنشال دياجنوز ناس انفستيجيشن المانجمنت، زي ما قال الدكتور نيفان ولد حاله ده ديتيريوريتنج بروجريسيف، الهيستوري كونفرنس عمال يزيد، والفنتريكس لا ده فورا لازم نتدخل نجيب نيورو سيرجري هيعمل لها بايباس بدل ما يحصل له كورتيكال اتروفي وبلايندنس ويدخل في مشاكل ويبقى نتمنى له الموت قبل الحاله، نلحقه بدري. وده فايدتنا ان احنا عايزين نقدم احسن سيرفيسز واحسن اوتكم. ماشي، في اي استفسار ولا اي حاجه محتاجينها بصفه عامه؟ يعني احنا فرصه ان احنا بنتقابل كل شهر، اللي عنده مشكله، اللي عنده اي حاجه، اللي عنده حالات علميه نتكلم. اتفضل. بس الجهاز الباكتيف نرجع نعمله تاني مجاني زي زمان في الشهداء ولا على كل المرضى؟ ما تمشي، ما فيش مشكله، احنا ما بيعترضش الجمال، بس هتبعت الكالتشر من الفيوم ازاي؟ هناخد البوتلز من هنا نكتب ماشي ندرسها ونعملها الحاجات دي الجامعيه، ما عندهاش مانع في اي حاجه مجانيه، خدمه النيونيت ما فيش مشكله. وانتوا زي ما قلنا لكم ان احنا بتينا في منقصه الالبان الجزء البريماتيور خلاص اتفقنا عليه، والجزء الثاني لغناها وهنعيد طرحها بحيث هتتوزع البان مجانيه على جميع حضانات الجمهوريه اللي تابعه للجامعه الشرعيه. يعني برضو الباكتيك والانتيبيوتيك والحاجات اللي انتم بتستخدموها، الكتاب بالنسبه للبروتوكول خلص والمراجعه فينا هيراجعوا النهارده ان شاء الله اخر مراجعه وهنطبعه وتاخدوا منه نسخ بس بعد المراجعه النهائيه والطباعه، ده مانجمنت بروتوكول. ماشي، في اي استفسار تاني؟ طبعا بنشكركم وشرفتم ونورتم.